الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظل ظروف الحظر، في ظل ظروف غير طبيعية، ومن واجبي الاطمئنان عليكم في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها جميعا، لأني أكن لكم المحبة والاحترام الذين بيعملوا عمليات زراعة كاملة في الماضي، أو الذين دوام الصحة والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، وأن يكفيكم الله شر هذا الوباء وشر ما خفي منه. في مشكلة، في مشكلة. قد لا يجدوا الرعاية الكافية، فيجب ان احنا نقول كل المصرية لأمراض الكلى لا يمكنها ان تكون بعيدة عن هذه المعركة. ESNT is in the battle. وبدأت الحقيقة المعلومات لما اتصلوا بينا قالوا لنا تطوير الاحتياطات الخاصة التي يمكن لمرضى الغسيل الكلوي ووحدات الغسيل يقوموا بها. وبدأنا الدكتور هشام السيد عمل على السايت بتاع الجمعية بعض التعليمات العامة التي عممت في أماكن كثيرة، وكذلك أهمية الموضوع أن من الكوفيد تصيب الكلى بنسبة تصل إلى حوالي 15% في حالات المالتي أورجان فيلير، وكذلك أهمية أنه كثير من مرضانا الذين يعالجون بأدوية المناعة سواء مرضى الالتهابات الحبيبية أو مرضى زرع الكلى تقل مناعتهم في هذه المرحلة، وقد نحتاج إلى المتابعة الدقيقة لهم لكي لا يصابوا بأوبورتونيستيك انفكشن، ومنها للأسف مركز الظهور. وعشان كده هي جلسة مهمة جدا، وسوف نجد أن كثير من الجمعيات العالمية ليها بعض يعني التعريفات أو بعض الملحوظات في هذا المجال، ولكن كما تعودنا دائما ان الجايد لاينز والريكومنديشنز اللي بتطلع من الجمعيه المصريه بتكون الحقيقه شامله وكامله، ويمكن بتناسب المرضى بتوعنا اكثر من الحاجات اللي بنجيبها مستورده. وبشكر الحقيقه الاستاذ الدكتور هشام شعيشه على المجهود المستمر في هذه المرحله للتواصل عن بعد، لانه ده البديل الجاي للوزارات الخاصه بيهم. والحاجه الثالثه المهمه ان اهميه المناعه جد للكبار والصغار في نفس الوقت. اشكركم طبعا. انا بشكر الدكتور هاني حافظ رئيس الجمعيه المصريه لامراض الكلى على الكلمه اللي قالها في افتتاح هذه الجلسه، اللي هي طبعا تاكيدا لكلام حضرتك دكتور هاني، جلسه هامه جدا، لان احنا بنتكلم على معضله موجوده ووباء منتشر في جميع انحاء العالم لم تنجو منه دوله، وربنا ان شاء الله يطلعنا منها على خير ويعني ويزيل هذا الكرب سريعا باذن الله. طبعا احنا علشان نبقى بس منظمين، ده الاوتلاين كتير جدا، انا هبدا انترودكشن وبعدها هسيب الاستاذ الفاضل الدكتور عصام الصاوي رئيس معمل الميكروبيولوجي ومكافحه العدوى عندنا في مركز الكلى، هيتكلم على الميكروبيولوجي، هيتكلم على الفيروس، وهيتكلم على التست، وبعدين انا هكمل الجيرني كلينيكال مانيفستيشنز مانجمنت، وبعدين هخش في الهايبرتنشن السي كي دي داليسيس الترانسبلانتيشن الاكوت كيدني انجري، ونخلص باللاست مينيت ريكومنديشنز وطبعا الدسكشن. والمودريتورز اللي معانا طبعا منتظر من كل الاساتذه الافاضل اللي معانا، بالاضافه للمودريتورز المكتوبين طبعا الدكتور هشام السيد موجود معانا على الهواء، هو الدكتور ايمن موجود برضو، الدكتورة دولت والدكتورة مي حسابالله، وطبعا والبركة في الأستاذ الدكتور هشام السيد والدكتور مجدي الشرقاوي منورين قدامي. فهنبدأ الجلسة علشان ما اطولش في المقدمة، هبدأ بانترودكشن. كوفيد 19 يعني ايه كوفيد 19؟ ده اختصار كو معناها كورونا، في اي معناها فيروس، دي معناها ديزيز، و19 2019. يا ريت القصة تبقى سهلة كده. كل الدوريات العلمية العالمية بتتصارع وتتنافس ان هي، لان وضع مشكلة كبيرة جدا تهدد امن وسلامة العالم كله، فبالتالي كل المؤسسات العلمية بتتكلم في هذا الشأن. ومثلا هنا ده الفرانتيرز عاملين كورونا فيروس نولوجي هب، اللانست عاملة هذا الكلام، كل حتى الامريكان جورنال اوف ترانسبلانتيشن سوسايتيز، كل الكلام ده هنلاقيه موجود. نبدأ القصة انه بعد ما جات القصه من الانيمال بقى في هيومن تو هيومن ترانسميشن،
وده المشكلة الكبيرة جدا. ويمكن أنا هنا قدام حضراتكم الهيستوري أو لاند مارك منذ البدايات خالص ما كانش في حاجة، وبعدين هنا هو بنيجي عند التاريخ دوت ده النوفل كورونا فيروس was officially announced as the positive pathogen of outbreak by China CDC. يبقى هنا هو التاريخ دوت ان هو 8 يناير هو ده كان البداية، وبعد كده China CDC، وبعد كده توالت الأخبار من الصين وبقية البلدان. الوضع ايه؟ بالأمس الداتا اللي نزلها النهاردة الصبح من الـ WHO التوتال نمبر اوف افكتد بيرسون كونفيرمد على مستوى العالم 509,164، والمورتاليتي 23,000. اللي بين اقواس ده الحاجه اللي المستجده في خلال يوم، والـ WHO حطت ريسك اسسمنت فيري هاي. انا دخلت قبل الميتنج بساعتين على الخريطه اللي جايبه اعداد الناس، الاعداد بقت اكتر. يعني التوتال نمبر النهارده الساعه 10:30 الصبح 607,000، والديث ريت 4.5%، وده اعلى بكتير جدا. وده مشكله الكورونا فيروس غير الانفلونزا العاديه. الانفلونزا في الغالب المورتاليتي معاه 1 في 1000، انا هنا بتكلم على 4.6 وبعض البلاد اكتر من كده وبعضها اقل من كده. والريكفرد 22%، يبقى ده رقم رهيب جدا. ودي خريطه بتوضح الريت الانفكشن ريت في كل بلدان العالم. يعني الحمد لله مصر لسه من 100 ل 1000، فربنا يسهل وتبقى الاعداد بهذا الشكل. ده بعض البلدان، الصين وايطاليا خدت هنا الليد بالمورتاليتي. المورتاليتي عاليه جدا، ويمكن النهارده الصبح المورتاليتي وصلت 9134 حاله في ايطاليا، فده رقم كبير جدا. والتوتال نمبر بقى 86,000، تفوقت على الصين. بعض مصر هنا هوت ده امبارح الارقام، النهارده 536 حاله، دايت 30، ريكفرد 116، والاكتف 390. لو الارقام فضلت كده في مصر ان شاء الله تمر الازمه على سلام. دي بعض البلدان الاخرى، على راسها امريكا. امريكا هنا امبارح كان 68,000، الرقم اللي وصلته امريكا الوقت 104,000، منهم 1,701 دايد وريكفرد 2,500، واكتف ديزيز فوق ال 100,000. فبقت امريكا هي نمبر 1 في النمبر اوف بيشنتس، لكن لسه المورتاليتي ايطاليا هي الاكثر. فلو جينا نقول الديفينيشن اوف سسبكت كيس اكوردنج ال WHO، ا بيشنت وذ اكوت ريسبيرتوري ايلنس جاي بفيفر اند ات ليست وان اوف ذا ساين او سيمبتومز من الريسبيرتوري ديزيز زي الكف، الشورتنس اوف بريث، اند ا هيستوري اوف ترافل تو ا ريزيدنس. ده كان اللوكيشن، ده طبعا الوقت اتغير لانه ممكن يبقى في اكسبوجر موجود. A patient with any acute respiratory illness، ده عشان كده ده or. A patient with any acute respiratory illness and having been in contact with a confirmed or probable COVID-19 case in the last 14 days prior to symptom onset، وده مشكلة كبيرة. أو a patient with severe acute respiratory illness, fever, and at least one sign or symptom respiratory disease like cough, shortness of breath, and requiring hospitalization, and in the absence of an alternative diagnosis that fully explains the clinical presentation. يعني الشرط اللي كانت حاطاه الـ WHO في الأول إن لابد الشخص يبقى سافر بلاد فيها اتشال، لأنه البلاد كلها بقى فيها، والمشكلة في إن ممكن واحد يبقى في الانكوبيشن بيريود اسيمتوماتيك. Probable case, a suspect case for home testing for COVID-19 virus is inconclusive. ودي نقطة يمكن أستاذنا الدكتور عصام هيكلم عليها، الفولس نيجاتيف تيستينج. الانكونكلوزيف being the result of the test reported by the laboratory or a suspect case for home testing couldn't be performed for any reason. Confirmed case, a person with laboratory confirmation of COVID-19 irrespective of clinical signs and symptoms. Definition of contact, ده مهم. A contact is a person who experienced any exposure during
and the 14 days after the onset of symptoms of a probable or confirmed case, face-to-face contact with a probable or confirmed case within 1 meter and for more than 15 minutes. وعشان كده المفروض نبعد عن بعض وهنجلها في البريفنتيف استراتيجيز ستة أقدام أو مترين. Direct physical contact with a probable or confirmed case. Direct care for a patient. وده علشان كده الأطباء والتمريض والناس اللي شغالين في الهيلث كير هم أبطال المشهد. Other situations as indicated by local risk assessments. طبعا ده مش كلامي, ده كلام الـ WHO وده موجود فري على جوجل, كل يوم بينزلوا ريبورت وهتلاقوا في الديفينيشن. بما يخص المورتاليتي, احد الاكسبيرينس اللي منشوره في اللانسيت من بلد المنبع او المنشا, لو عندي كرايتيريا ديت كرايتيريا بريدكتنج مورتاليتي, اللون الاحمر ده نون سرفايفل سرفايفرز يعني داينج, الناس اللي عندهم دي دايمر عالي, الناس اللي انفصايت قليله وايمين سبريزد, عشان كده احنا عندنا مشكله في الترانسبلانت بيشنتس او الايمين سبريزد بيشنتس ان جنرال. انترلوكين 6 زايد او سيرم فريتين زايد ماركرز انفلاميشن, ويمكن انا في الكريتيكال كير إلنس هجيب سيره السيتوكاين سيندروم. هنا برضو هاي سنسيفيتي تروبونين واللاكتيت دهيدروجينيز, كل الكلام ده ماركرز للمورتاليتي, فنخلي بالنا منه. بالاضافه طبعا الموست فولنربل جروب اوف بيشنتس هم الاولد ايج, الاولد ايج والهاير سوفا سكور اند الليفيتد دايمرز هم دول فيري امبورتنت ريسك فاكتورز تو بوت ان مايند از بريدكتورز اوف مورتاليتي. انا طبعا مش هقرا السلايد دي مستحيل, لكن انا عاوز حضراتكم تركزوا على الاضواء على هنا. لو احنا كده يبقى احنا خايبين جدا, ان انا عندي انفكشن عمال يزيد يوصل لبيك البيك ده هو, وحتى لو نزل بعد كده ده هي سيربلس هي اكسيد الكاباسيتي بتاعت اي هوسبيتال. فعشان كده لما بقى فيه وباء ذكاء الاطباء والهيلث كير سيستم ان نحول الكيرف من يعني من اسيندنج اكيوت كده الى يبقى فلاتند شويه وياخد وقته, بحيث ان احنا يبقى تنمو المناعه او ان احنا نقدر نواجه هذا الانفكشن. المقاله ديت بتتكلم على 182 دوله الهيلث سكيورتي كاباسيتيز اخبارها ايه فيهم لمواجهه الاوت بريك بتاع الكوفيد 19. وهنا اتقسمت البلاد الى 5 ليفل. ليفل 1 اقل من 20% ده very little function capacity is in place to prevent and control the risk of event, ودي تبقى بلاد يعني فقيره. هنا من ليفل 2 اقل من 40%, ليفل 3 اقل من 60%, واعتقد حضراتكم تقدروا تقروا الكلام المكتوب, اقل من 80% واكثر من 80% اللي هو the best. The country's functional capacity is well advanced and sustainable at all levels of health system. وعلى ما يبدو باللي احنا شايفينه قدامنا على خريطة العالم, ما يكون أمريكا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا كل هذه الدول المتقدمة عندها هذا الكلام, على ما يبدو أنه ده حاجة beyond الإكسبكتيشن وبيوند التوقعات والكاباسيتيز. عندنا كذا آيتم. انا عندي operational readiness, انا مستعد, enabling function, responding, detecting او preventing. واعتقد حضراتكم تعرفوا تشوفوا الالوان, ده ليفل 1 ده represents the lowest capacity وليفل 5 هو الاعلى. فحضراتكم تبصوا بقى على الالوان ده هي وتشوفوا ان احنا فعلا في مشكله كبيره مع هذا الوباء. وديت برضو نفس الكلام, هنا الرموز بتاعه المناطق زي مثلا الرمز ده ساوث ايست ايشا, فهنبص هنا الـ WHO region متقسم للبلدان وكل بلد الليفلز من 1 لـ 5. زي ما قلت تاني الشطاره ان احنا نليمت الكيرف ويبقى فلاتند. والحاجه التانيه شوفوا الفرق هنا, هو لو انا اتصرفت بدري التاخر في اكتشاف الحالات وعدم عمل الاجراءات الوقائيه من بدري ده بيعمل كاتاستروف. فالايرلي ريبورتنج ده شيء مهم جدا, والكي اليمنتس اوف بروبوزد بلان فور كورونا فايروس
بتلخصها في الجدول اللي قدام حضراتكم ده، ان انا عندي بريكوشنز، واعتقد الناس كلها اوير بهذا الكلام لان الميديا شغاله في هذا الشان، الدروبليتس والكونتاكت مع البيبل وبوبوليشن مانجمنت وبيرسونال وبيشنت بليسمنتس وبرودكتس، كل الكلام ده لابد نحتاط لانه لغايه هذه اللحظه لا يوجد ايفيدنس بيز مانجمنت فور كوفيد فيروس 19، وكل الادويه اللي استخدمت على ان هي انفايرومنتال اكسبيرمنتال او ليميتد بري كلينيكال ستادز، لكن بعض الاستادز شغاله وبعض الاستادز بتطلع نيجاتيف. ف the best way to face كورونا is to prevent كورونا by وده الكلمه اللي ننهي بها اللي هو البريفنتيف استراتيجي، زي ما بنمر كده نحمي نفسنا، لانه لو زي ما قلت الاطباء والتمريض وازاي الهيلث كير سيستم، واحنا عندنا في مركز الكلى كنموذج والدكتور عصام ماسك مكافحه العدوى، عندنا البوليسز كلها مطبقه بحيث ان العيادات النيسيسري كيسز اونلي ايمرجنسيز، الترانسبلانتيشن واقف بقالنا الوقت من تقريبا بقالنا دخلنا على اكتر من 16 17 يوم، اخر حاله كانت في 11 مارس. لان احنا مش عارفين الدنيا ممكن تمشي ازاي لغايه، واعتقد ده هيبقى برضو احد النقاط في الترانسبلانتيشن وهاجلها الريستريكشن للترانسبلانتيشن عشان الايمون سبريشن والكلام ده، كل الكلام ده هنقوله بالتفصيل في قطاعات الكلى. انا هتوقف علشان الدكتور عصام الصاوي يبدا يتكلم على الميكروبيولوجيكال اسبيكتس اوف كوفيد 19، وبعد كده هنكمل مع حضراتكم وممكن ناخد اسئله بعد الدكتور عصام بحيث يبقى في ديسكشن. اتفضل دكتور عصام. طبعا دكتور عصام الصاوي هو رئيس قسم الميكروبيولوجي والايمونولوجي في مركز الكلى، وطبعا له باع طويل جدا في السي ام في والاتش سي في والديتكشنز، وله مقالات كثيره جدا. النهارده هنشوف ايه معلوماتنا في الميكروبيولوجي بالنسبه للمايكرو بالنسبه للكوفيد 19. اتفضل يا باشا. اتفضل. السلام عليكم جميعا. أحب أتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور حسين شعيشة على إلقاء الدعوة لي لإلقاء بعض النقاط عن الميكروبيولوجي أوف كوفيد 19. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا الفيروس، الـ WHO في 11 فبراير 2020 أعلنت على نيو نيم لهذا الفيروس وسمته كوفيد 19 كديزيز. أما كتاكسونومي الفيروس اتسمى الوقت حاليا بسارس كوف 2. لو اتكلمنا على الكورونا فيروس، هو عبارة عن بوزيتيف سينس سينجل ستراندد ار ان اي، الديامتر بتاعه كبير من حوالي 80-120 نانومتر، وده يعتبر اكبر فيروس في المجموعه بتاعته. وبتنقسم الكورونا فيروس الى اربعه تايبس، الالفا والبيتا والدلتا والجاما. وسبق قبل كده انه تعرف في سته كورونا فيروس بيصيبوا الهيومنز، ويعتبر السابع الممبر السابع ليهم هو سارس كوف 2 اللي هو كوفيد 19. بالنسبة لموضوع الفيروس، شان إتال 2020 في الصين applied ANA based metagenomic next generation sequencing، وده عمل sequence ل 2 cases with human coronavirus من 2 patients عندهم نمونيا في ووهان outbreak في 2019، وسموا هذا الفيروس الجديد كنوفل كورونا فيروس، وده كان اندبندبل انتروديوز فروم انيمالز تو هيومن. وهذا الفيروس اتعمل له جينوم سيكونس، واتضح ان هو مختلف تماما عن السارس العادي،
ولذلك لانه بيجي من البات اللي هو الخفافيش، وده يعتبر نوع جديد من الكورونا فيروس. لو لقينا نظرة بسيطة على الكورونا فيروس هنلاقي اللي هو لارج وانفلوبت، لو انفلوب بوزيتيف ستراندد ار ان اي، يعتبر كبير جدا بالنسبة للمجموعة بتاعته، وان السبايك بروتينز اللي موجودة حوالين الانفلوب هي اللي مسؤولة عن الاتاتشمنت اوف ذا فيروس تو ذا هوست سيل، ودي بنسميها كراون لايك، عشان كده سميناها كورونا، شكل التاج، عشان كده تسمى بالكورونا فيروس. previous epidemiological studies اثبتت ان في ثلاثة conditions from the wide spread of virus، عندنا source of infection، عندنا route of transmission، وعندنا susceptibility، وما فيش اي exception للسارس-كوف-2 في هذا الثلاثة conditions، يعني ممكن يتنقل بالثلاثة او يحقق الثلاثة conditions للانتشار. برضو ممكن نعتبر ان الباتس اللي هي الخفافيش اعتبرت ان هي الناتشرال هوست لهذا الفيروس، وان الترانسميشن والكلوس كونتاكت هي الموست روتس اوف ترانسميشن، وان هم اكتشفوا دلوقتي ان هذا الفيروس ممكن يبقى موجود الى جانب الريسبيراتوري سيكريشنز، وجد ايضا في الستول وفي البلد وفي السلايفا وفي اليورين وفي التيرز وفي الكونجكتيفال سيكريشنز، ودي طبعا يعمل لنا مشكله كبيره جدا في انتشار الفيروس. بالنسبه لي ازاي ان الفيروس ده بيمسك في الهوست، في الهوست سيل، وجدوا انه في هاي سيميلاريتي للريسبتور بايند دومين في السبايك بروتين، وده بيستخدم فيها الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم 2 كريسبتور، وده بيفصل لنا ليه انه بيصيب الحالات الكلى اكتر من اللنج، لان اللنج فيها الانجيوتنسين كونفرتنج انزيمز كريسبتور قليله عن الكيدنز، وبالتالي الكورونا فيروس مينلي ريكوجنايز ذا كورسبوندنج ريسبتور من خلال الاس بروتين اللي موجود على السيرفس، وبالتالي بيقدر يخش الى الخليه وبالتالي بيسبب الانفكشن. واتضح كمان من الدراسات انه هذا الفيروس باينز لل ACE2 ب 10 اضعاف ما كان يصيب به السارس كوف القديم اللي هو اللي قبل كده، وبالتالي ده ملحوظه انه الثريشولد بتاع هذا الفيروس عالي جدا في انه هو يصيب الانسان ويصيب الخلايا. وانج في 2020 في الصين وجد انه عمل دراساته على 1000 حوالي 1100 عيان عندهم في الصين، وجد ان الانكوبيشن بيريود بتاعت هذا الفيروس بتتراوح ما بين 0 إلى 24 يوم، ودي يعتبر رينج كبير جدا، لكن اتضح ان الميديان انكوبيشن بيريود كانت 3 ايام، وان التايم من الفيرست سيمتوم تو ديس كانت 14 يوم، ودي اللي احنا بنعتمد عليها الوقت حاليا، ودي بتوضح لنا ليه الالدر بيبول لهم فاستر ديزيز بروجريشن زان اليانجر بيبول. بالنسبه للكلينيكال مانيفيستيشنز لهذا المرض سريعا، طبعا هترك حضراتكم لهذا الموضوع لانه يخصكم انتوا ككلينيشن، بنتكلم سريعا انه وجد ان هو الفيفر بتوجد في حوالي 87% من الحالات، والكف حوالي 67%، والفتيك 38، والدائرية 3.7 من 10، وفي فومتنج حوالي 1 من 10، وهكذا، وفي سام سورت من الديسنيا تبقى موجودة مع العيان. لكن في العيانين دول بيكونوا عرضة أكتر للمضاعفات زي الأكيوت ريسبيراتوري ديست سندروم والأكيوت هيرت إنجري والإنفكشن. بالنسبة للربراتوري إكزامينيشن وجد أن 82% من 1100 حالة وجد ان هم عندهم ليمفوبينيا، وان 36% منهم عندهم ثرومبوسايتوبينيا، لكن كنورمال ليكوسيت كاونت وجد في حالات كتيره جدا، لكن الليكوبينيا كانت في حوالي 33.7 من 10
من العيانين. اتضح ايضا في العيانين دول ان عندهم elevated levels من السي رياكتيف بروتين لاكتيد هيدروجينيز كيراتينين كاينيز، لكن ماينورتي منهم قليلين قوي اللي بيننا ان في elevated ترانس امينيز او abnormal myocardial enzyme spectrum او elevated serum creatinine. ايضا هنتكلم على السيتوكاين ريليز سندروم اللي هيتكلم عليه الدكتور حسين، تعتبر فايتال فاكتور لانه بيعمل اجريفيشن للديزيز بروجريشن، ووجد ان في هاير ليفلز من الانترلوكين 6 والانترلوكين 10، وفي عندنا لوور ليفلز من السي دي 4 تي لينفوسايتس اند سي دي 8 تي لينفوسايتس، اتلاحظت في عيانين كتيره جدا ودي بتتناسب مع السيفيريتي للديزيز. بالنسبه للتشخيص واضح انه الستاندرد تكنيك للدياجنوزس اوف سارس كوف 2 هو النون انفيزيف دياجنوزس بالريال تايم بي سي ار. وبالتالي في الصين جامعه بيكينج يونيفرسيتي عملوا ريسيرش جروب وطلعوا طريقه جديده لازاي ان هم يطلعوا يكتشفوا السيكونس بتاع الفيروس بطريقة اسمها Transcriptome Sequencing Library of Sherry، ودي helpful جدا للRapid Sequencing of SARS-CoV-2، ودي اتنشرت في 2020 السنة دي. WHO provided interim guidance للLaboratories للLaboratory Testing of the Patient، وكانت مبنية على الإبيديميولوجيكال فاكتورز ولينكد الأسسمنت of the likelihood of the infection. والبي سي آر of the asymptomatic أو mildly asymptomatic contact كانت considered in the assessment of the patients who have had contact with COVID cases. أما suspected cases فدي should be screened for the virus بالreverse transcription بي سي آر. لو قلنا بقى نعمل كيس مانجمنت ايه المطلوب؟ المطلوب ان احنا نعمل تيستنج للاذر ريسبيراتوري باثوجنز اللي ممكن تكون موجوده في مع العيان كروتين لابوراتوري بروسيدجرز از ريكومندد في اللوكال مانجمنت جايد لاينز لحالات الكوميونتي اكوايرد نيمونيا. وبالتالي الاديشنال تيستنج لهذه البكتيريا والاذرز شود نوت ديلي تيستنج فور كوفيد، لأن دي أساسي في الانفكشن. وبالتالي الكو انفكشن بكل العيانين دول بيميت السسبكتد كيس ديفينيشن ان هي لازم تيستينج فور ذا كوفيد 19 ريجاردلس اوف ويذر انذر ريسبيراتوري باثوجن از فاوند از فاوند. يعني احنا لو لقينا بكتيريا او اي حاجه تانية ده مش معناه ان احنا ما ندورش على الكوفيد. طيب بالنسبه للعينات اللي ممكن نستخدمها علشان نشتغل على الفيروس، هي طبعا الموست كومن هي ريسبيراتوري ماتيريال، ودي بنقسمها الى نوعين ابر ريسبيراتوري سبيسيمنز ولور ريسبيراتوري سبيسيمنز. الابر ريسبيراتوري اللي بتشمل النيزوفارينجيال والاوروفارينجيال سواب، اما اللور ريسبيراتوري سبيسيمن فبتشمل اذا كان في سبيوتم العين يقدر ان هو يجيب سبيوتم البروديوس، او اذا كان مش قادر ممكن هو اندوتراكيال اسبيريت او برونكو الفر لافاج في الحالات المور سيفير ريسبيراتوري ديزيز. لكن في العينين السيرفايفنج ناخد منهم بيرد سيرم، واحده في الاكيوت ستيج واحده في الكونفاليسنت ستيج، لان دي هتبقى يوسفول جدا للريتروسبكتيف ديفاين كيسز از سيرولوجيكال اسيز بيكام افيلبل، لان لغايه دلوقتي ان السيرولوجيكال اسيز لسه مش موجوده الى الان. بالنسبه للابوراتوري تيستينج عندنا ثلاث حاجات اساسيين اللي هي النيوكليك اسيد امبليفيكيشن تيست، وعندنا السيرولوجيكال تيستينج، وعندنا الفيرال سيكونسينج. بالنسبة للنيوكليك أسيد أمبليفيكيشن تيست ده روتين كونفرميشن لحالات الكوفيد، ودي بتبقى قائمة على ديتكشن of unique sequence of the virus RNA real time reverse transcription polymerase chain reaction with confirmation by nucleic acid sequencing when necessary. بالنسبة للأيتم الثاني سيرولوجيكال تيستينج، ممكن ان هو يساعدنا كسيرولوجيكال بالنسبه للانتي بوديز سواء كانت اي جي ام او اي جي جي في الحالات الاونجوينج اوت بريك، او كريتروسبكتيف اسسمنت للاتاك ريت او كاستنت للاوت بريك في المنطقه. وفي الحالات اللي بيكون فيها البي سي ار نيجاتيف في عندنا سترونج ابيديمولوجيكال لينك
للكوفيد 19 انفكشن. نحن بيكون عندنا بيرد سيرم سامبل، واحده في الاكيوت واحده في الكروز كما قلت قبل كده، ودي سبورت الدياجنوزس وانس ان الفاليديتد سيرولوجي تيست ار افيلبل. بمعنى ان انا ممكن اخد من عيان عينه بلاد وافصلها واحطها في الديب فريز ماينس 70 لغايه لما يظهر لينا سيرولوجيكال تيست معتمد ونقدر ان احنا نعمل سيرفي عليه ونشوف ايه وضع الانتي بوديز بالنسبه للعيانين في الفتره اللي فاتت. النقطه الثالثه في التشخيص وهي الفيرال سيكونسنج، ودي بتدينا كونفيرميشن اكتر عن البي سي ار، ودي نتيجه ان في بعض نسبه من السبيسيمنز من الكلينيكال كيسز ان هي ممكن تبقى مونيتورنج للفيروس جينوم ميوتيشنز، لان احنا السيكونسنج مهم جدا في انه يعمل ديتكشن للميوتيشنز في بعض الاماكن، واحنا ما نقدرش ان احنا نعرفها الا بهذا الاسلوب وهو السيكونسنج، وده بيأثر على الـ performance of the medical countermeasures including a diagnostic test. بتعمل بيستعمل في الصين حاليا. لسه ما اتعملش الـ viral sequencing في مصر إلى الآن. دي طريقة الـ handling والـ collection للحالات العينات اللي هي suspected للـ COVID. إن احنا الـ before taking the samples زي ما احنا شايفين كده على الـ على التشارت ديت، نحن لازم نلبس البيرسونال بروتكتيف اكويبمنتس وخاصه الان 95 ماسك والجوجلز او الفيس شيلد والجاونز والابرون والجلوفز، ودي مهمه جدا بالنسبه للستاف اللي هياخد العينه من المريض. ولازم نتذكر انه اذا كنا هناخد فارينجال سواب او هناخد نيزو فارينجال يختلف السواب اللي بناخده بيه العينه، لان في حاله النيزو فرنجل سواب لازم ناخد نوعيه السواب اسمها باكرون سواب عشان ما تاثرش على نتيجه البي سي ار، واما في الصوره سواب فدي بناخدها بالكوتون سواب العاديه ممكن، او اذا ما كانش متوفر عندنا الداكرون سواب. وبرده بالنسبه للاماكن في الشارت دي بيبين لنا ايه ازاي ناخد العينه بالنسبه للصوره سواب، الناس تكون في الميدل اوف ذا اورال كافيتي زي ما احنا شايفين كده، ما تاخدش من على الجوانب، يعني ياخد مسحه من وسط التجويف من عند اللي في النص قبل حوالين الوستين دي العينه. والعينه الثانيه للنيزوفارينجال بناخدها بهذا الاسلوب اللي هي بتنيم العيان لدرجه حوالي ميل لدرجه الورا كده حوالي 35 او 40 درجه، وبتدخل السواب بناخدها دايركت مباشره نيزو فارينجال وول ونلفها يمين وشمال وناخد العينه. ولازم في كلتا الحالتين لازم ان احنا نشرح للعيان التكنيك اللي هناخد بيه السواب لانه مهم جدا، ولازم ندي العيان في ايده تيشو علشان بعد ما نخلص يقدر ان هو يجفف اي حاجه نزلت من الانف او من الفم. في طرق اخرى غير النيزو فارينجال وغير الاورو فارينجال نحن ممكن ناخد البلز زي ما احنا قلنا او الاسبيوتام او الاندوتراكيال اسبيرينت، وبعد كده بنحطها في الانيب الخاصه بيها ولها نظام معين وبتحط فيه بايو هازارد بلاستيك باج، وبعد كده بتتحط فيه من 2 ل 8 درجه في الثلاجه لو احنا مش هنقدر نبعتها مباشره دي الاماكن اللي بتاخد المعامل المركزيه في مصر او وزاره الصحه، بتتعاد من 2 ل 8 وممكن اقصى وقت ليها هي اقل من 5 ايام في الثلاجه، وكل ما سرعنا يكون افضل. بالنسبه للبوتنشال تريتمنت طبعا كلنا عارفين انه مفيش افكتيف تريتمنت يت سو فار، وكلها بوتنشال دراجز وكلها ساعدتكم طبعا هتناقشوها في هذا اللقاء. وفي عندنا انواع كتيره جدا من الانتي فايرال زي النيوكليوسايد انالوجز والنيورامينيديز انهيبيتورز ودي ان اي سنسز انهيبيتورز، انواع كتيره جدا، والكلوروكين، وكلها حاجات لغايه دلوقتي ما وصلناش لبروتوكول محدد نقدر بيه نشتغل على الفيروس. بالاضافه ان في كمان انجيوتنسين كونفرتنج انزيم تو بيزد بيبتايدز، وعندنا نوع تاني من الانهيبيتورز اسمه فينايل سلفون بروتيز، ودول ثيوريتيكال ابير تو شو بوتنشال فور انتي فايرال اكتيفيتي للكوفيد. النقطه الاخيره بالنسبه لنا وهي مهمه وهي الانفكشن كنترول والبريفنشن، ودي الببليك هيلث انفكشن كنترول ميجرز ار ارجنتلي ريكوايرد عشان احنا نحدد الجلوبال ديستريبيوشن او جلوبال بيهيفير
للفيروس، وان WHO recommends an official control intervention، وده اساسي لان هو ده اللي هيقدر يوقف الاجتياح الرهيب لهذا الفيروس عشان نقلل الترانسميشن اوف اكيوت ريسبيراتوري انفيكشنز، من خلال ثلاث حاجات اساسيه ولازم ان احنا نركز عليهم جامد جدا، وهي avoid الكلوز كونتاكت مع البيبل suffering from acute respiratory infection. الحاجة التانية نعمل دايما frequent hand washing especially after direct contact مع الـ ill people أو الـ environment. ممكن يكون أسهل حاجة بالماء والصابون، ودي أسهل حاجة وأرقص حاجة بالنسبة لنا، واللي مش available اللي يكون عنده alcohol rub ممكن يشتغل بالماء والصابون، ودي أفيد وأسرع وما تكلفش حاجة. الحاجة التالتة إن احنا avoiding unprotected contact مع الفارم أو الوايلد أنيمالز، ودي برضو في منتهى الأهمية بالنسبة للقصة. يبقى عشان نقلل الريسك of coronavirus infection، يبقى احنا زي ما شايفين كده في الشارت ان احنا نعمل clean hands with soap and water او بالالكحول based hand rub في المستشفيات. الحاجة التانية ان احنا cover النوز والماوس لما فيه يكون هنكح coughing او نعطس، وذلك بنظام ان احنا اما نعطس في تيشو او في flexed elbow. والحاجة التالتة ان احنا thoroughly cook meat and eggs كويس جدا. والحاجة الأخيرة ان احنا نتجنب الـ unprotected contact مع live wild او الفارم animals كما قلنا سابقا. دي مجموعة الريفرنسز اللي موجودة اللي احنا رجعت اليها في هذا الـ concise talk، وفي اكثر من كده طبعا بكتير، بس ده اللي اقدر اعتمد عليهم وارجع لهم واشكركم. احنا يعني لو في اي اسئله خمس دقائق ناخد اسئله مع الدكتور عصام. يمكن انا هبدا بنقطه مهمه جدا للدكتور عصام، وهو موضوع السيرولوجي، لانه ده بيجي لنا بقى فكره البلاد ترانسفيوجن. هل في الوقت الحالي اللي هيتبرع بالبلاد اعمل له انفستيجيشن للكورونا، ولا هو لو عنده سيمبتومز يبعد عن التبرع؟ طبعا لو عنده سيمبتومز لازم هو يبعد، لازم هو يبعد طبعا، لان احنا ما عندناش لغايه دلوقتي حاجه معتمده كسيرولوجيكال تيست اقدر ان انا اشخص فيها الكورونا فيروس. بتكلم في البلاط يعني كيف الناس ما تبرعش وهي عندها برد؟ والله يفضل ان الناس اللي عندها برد او اي زكام او عنده سور ثروت او بيكح الى حد ما نمنع موضوع البلاط دونيشن، لان لغايه دلوقتي انا ما اعرفش هل هو فعلا حامل الفيروس ولا لا، انا ما اعرفش. فتجنبا لهذا ان احنا نمنع عنه ان هو يتبرع، لان ده يبقى افيد للمريض اللي هياخد الدم، وبتجنب له اي سسبكت ان هو ممكن يجيله اي حاجه، لان ما عنديش حاجه اقدر اعتمد عليها كسيرولوجيكال تيست. وان التيست بتاع البي سي ار طبعا غالي جدا ومكلف، وغير متواجد في البرايفتس او في المستشفيات، لان ده متواجد بس في المعامل المركزيه لوزاره الصحه. وده بيخلينا كمان نقاط كل الالكتف سيرجري، علشان احنا نقلل ممكن نقلل التبرع بالدم، فبرضه تامين العمليات هيبقى غير كافي. انا ناخد من الدكتور هشام السيد المودريتور اي تعليق هنا على النقطه دي. دكتور هشام اتفضل. دكتور هشام ايوه اتفضل. تعليق سعادتك ايه؟ على ايه؟ معلش ما سمعتش، النت كانت وحشه. بقول لحضرتك في اي تعليق في الفتره اللي فاتت ديت ولا نبروسيد؟ لا بروسيد طبعا. الكلام لوجيك كله فيري لوجيك، على الرغم من احنا كل حاجه ستيل ان ديبيت، لكن كلام فيري ساينتفك وكلام واضح وصريح اكوردنج للريسنت بابليكيشنز وال experiences from other countries. I think that identification of the virus is very clear. دكتور مجدي تفضل. دكتور مجدي شرقاوي. انا بشكر الاول دكتور عصام على ال very good illustration. طبعا في نقطتين مهمين جدا، حكايه نقل الدم ديت، وهل الفيروس كان يعني هم لقوا ان صعب جدا لو ديتكت الفيروس في البلد، تمام، لكن it's easier to detect في الأوروفرينجيال كافيتي وبرونكو الفيرال لافاج، وده بيشكل مشكلة في بلوك الدم، لأن في ناس متبرعة من أكتر من شهر، والدم دلوقتي كياس الدم ممكن تستمر لفترة طويلة. كنا زمان كيس دم 14 يوم، دلوقتي ممكن up to 3 months.
انا بعد كلام حضرتك طبعا كلام علمي دقيق جدا، لكن في بعض الريبورتس البسيطه نسبه الوصول للدم موجوده قائمه موجوده بس نسبه ضعيفه، واليورين انا اقول لحضرتك عشان كده الحكمه مطلوبه. الحكمه هي ايه؟ لو الشخص في عنده فيفر نو دونيشن، كان عنده ريسنت فيفر او ريسنت فلو او 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 كاف او كلام زي كده، ده ما ناخدش منه بلاد. وعلشان فهو ده الحكمه في كده، لكن لغايه دلوقتي ما فيش ريكومنديشن ان اللي جاي يتبرع بالدم ناخد منه سامبل او سكريننج فور بلاد، مش للتبرع الدم بالزبط. قبل ما اديه شو ده سكرين اور نوت. الحاجه الثانيه على الاس الاس ريسبتورز، لا الاس دي انا هتكلم عنها فاجلها شويه. خلاص اجلها شويه طيب انا هبروسيد علشان الوقت، لان في داتا طبعا مع النيفرولوجي كتيره. بشكر الدكتور عصام على هذا المجهود. والحاجه الثانيه اللي يعني يمكن اللي هو ما قدرش يوصله، المجهود الجبار اللي عامله في مركز الكلى هنا في المنصوره، لانه الراجل ده يعني نهار الايام دي فيري هوت 24 ساعه 7 ايام، وهو يعني راجل سينيور ومعاه فريق كبير جدا مسيطر على المستشفى بشكل كويس جدا. في كل مكان فيه الديسبنسر، فيه الجايد لاينز، فيه الرولز، واي حاله بنشتبه فيها يعني احنا اشتبهنا في 5-6 حالات وهو اشرف على السامبل بنفسه مع الفريق بتاعه، وكان كلها الحمد لله نيجاتيف لغايه الوقت. دكتورة دولت بلال معانا وعاوزة آخر مداخلة قبل ما نخش في المحاضرة في بقية المحاضرة. دكتورة دولت تفضلي. أنا هسأل على نقطتين. هل في هيلثي كارير؟ هيلثي كارير ما هو ممكن حضرتك مدى خطورة الفيروس ده. هو لو ما فيش هيلثي كارير، هو بلاش كلمة هيلثي كارير اللي بتاع الهيباتيتس بي والكلام ده، احنا خلينا الانكوبيشن بيريود ممكن يبقى الشخص اسيمتوماتيك وكارينج الفيروس. فعشان كده احنا بناخد وعشان كده قرار الدوله هو الحظر التام للناس، يعني لان ما حدش عارف الكونتاكت ده هيوصل لايه. فممكن يبقى الشخص في الانكوبيشن بيريود اسيمتوماتيك ويترانسميت الفيروس، لكن اعتقد نسبتها مش عاليه قوي. انا ممكن اجاوب يا دكتور حسين. يعني احنا عندنا الوقت الانكوبيشن بيريود من 0 ل 24 يوم، والوقت بدأ يقولوا ان 14 يوم مش كافيه ككونتاكت تايم ان احنا نشوف عنده ولا ما عندوش، زودنا كمان 14 يوم بقى 28 يوم دلوقتي، فالرينج بتاعه واسع، فهي دي المشكله. زين يا دكتور حسين اجاوب على الدكتوره دولت. هو في حضرتك في انكيوبيشن كارير وفي كونفاليسنت كارير، يكون هو خف من الفيروس but it's not yet cleared from his throat. وفي طبعا هيلثي كارير، لان انا سالت ابيديميولوجيست اي انفكتيف ديزيز بيبقى ممكن فيه هيلثي كارير، بالذات ان المرض ده از فيري مايلد و 80% اوف بيشنت افكتد هاف نو سيمتومز. ما هي الهيلثي كارير انا في النهايه دكتور مجدي التفاصيل ده هيلثي ولا كونفاليسنت مش فرق. طبعا كونفاليسنت ده واحد عدى من المرض، لكن هو مش باين عليه الاعراض اللي يهمنا، فاحنا ناخد الحذر. وعشان كده في حظر تجوال وحظر، فده كل ده قمه الحظر. السؤال الثاني يا دكتوره دولت عشان نخش في بقيه البرزنتيشن. السؤال الثاني هاو كان ات سبريد تو ميت اند بولتري، يعني ازاي سبريد للحمه والدجاج والكلام ده؟ معلش سؤال ساذج بس this is very common handling of food يعني. اسمعوا ايوه سامعني يا دكتور؟ سامعك. انا دكتور عصام. هو how can it spread to food؟ هلا how to spread to food دي انا ما عنديش ميكانيزم ازاي بيحصل، لان هو الريكومنديشن كلها جايه من ال WHO بتقول ان لازم ان كنتوا تطهوا الاكل كويس جدا سواء كانت لحمه او فراخ او الى اخره، لانه ممكن في بعض الحالات ظهرت في الصين انها ممكن تنقل عن طريق اللحوم والحاجات دي، فقالوا ضمانا لهذا الموضوع ان احنا نعمل كوكينج كويس جدا، لان احنا مش ضامنين بيتنقل برضو بطرق اخرى نحن لا نعرفها الى الان. اوكي انا يمكن النقطه دي برضو دكتوره دولت عن النقطه دي بس لو سمحتي لي منطقي قوي، يعني احنا حتى في البيوت الوقتي السيدات في البيوت كلهم بيحطوا الاكل في الفرن، يعني حتى العيش اللي جاي حتى البتاع، عشان لربما يكون في كونتاكت او الشخص اللي بيتداول
او يتعامل مع اللحوم ويتعامل مع الاكل ممكن يوصل الفيروس لهذا الشخص. فانا بس هستاذن الاخوه اللي رافعين ايديهم هنبروسيد لبقيه البرزنتيشن علشان احنا عندنا لسه وجبه كبيره. انا طبعا بشكر دكتور عصام ونتمنى النجاح ونتمنى ان احنا ولا حاله تظهر عندنا ومصر ان شاء الله تبقى امنه جدا. الكلينيكال برزنتيشن دكتور عصام نوه اليها لكن قدام حضراتكم الايج السبيكترم بتاعه طبعا كل ما كان اولد ايج كل ما كان اكثر عرضه. طبعا كل الاعمار بيجي لها الكورونا لكن الموربيديتي والمورتاليتي اكثر في الايج في الايجد بيرسونز. الانكوبيشن بيريود الرينجز زي ما شايفين كده قدامنا. الترانسميشن روت دروبلت ده مهم, كونتاكت مهم, الايروسول ده سسبكتد لكن ماهوش كونفيرمد لغايه اللحظه دي. يمكن الدكتور عصام قال الليمفوبينيا والبرونج بروثرومبين تايم والليفيت سي ار بي واللاكتيك ديهيدروجينيز كل ده الكلام ده معاد, والمانيفيستيشن فيفر وفاتيج دراي كاف اوبر اير واي. انا امبارح كان الدكتور عمرو الحسيني عامل معانا مع طب المنصوره على الزوم وجاب في الفقره الثانيه طبيب جاله كورونا وبيحكي الاعراض ان هو اكسبوزد للبيشنت وبعدين بعد يومين بدا يظهر فاتيج. المهم يعني حكى القرص كله لغايه ما شفاه الله وعافاه. فكانت حاجه يعني اكسبيرينس ربنا ما يكتبهاش على حد من السامعين. انا طبعا هيسكيب كل الكلام ده علشان برضو نخش في في الموضوع بتاعنا. ويمكن ده الكلينيكال جايد في سلايد واحده مهم برضو ان احنا يبقى عندنا بروشورز تبقى محطوطه تحت المكتب او متعلقه. consider covid in patient with the following fever cough shortness breeze high risk travel exposure. الوقت بقى القصه بتاعت الترافل دي ما عادش موجوده, الناس كلها ما بتسافرش ومع ذلك موجود. المانيفيستيشنز فيفر في 75% من الهوسبيتالايزد بيشنت, الكاف 60 ل 80% دراي وريبرودكتيف, شورتنس بريز ده شيء مهم. وحتى الشخص ما بيتعزل في البيت لما بيجي له السيمبتومز العنيفه ده بيبقى انديكيشن يبقى يروح للهوسبيتال. لانه لو قلنا اي واحد يجي له فيفر او يجي له فاتيج يروح المستشفى, المستشفيات كلها تغرق بالناس. التشيكنج السي بي سي والديفرنشال الليفر فانكشن تيست والبروكالسيتونين وكلوز تو كوفيد لوكوبينيا والليمفوبينيا. اللاب الوايت بلاد سيلز اللوكوبينيا الليمفوبينيا الاي اس تي للال تي 4-22% سي ار بي انكريز. كل الكلام ده الميكروبيولوجي تشيك رابيد فلو كونسيدر بلاد كالتشرز. والدكتور عصام قال ان نقطه مهمه جدا انه وجود بكتيريا او فيروس لا ينفي ان ممكن يبقى فيه اكومبانيد كورونا, والعكس مش مع وجود الكورونا ممكن يبقى فيه كو انفكشنز ببكتيريا وخلافه. عشان كده في ناس بتحط انتي مايكروبيال تريتمنت لما يكون في سسبشن لايه كومبايند ايتيولوجي. كو انفكشن ريت وذ فيروسز اند بكتيريا از ان نون بات از لو ان ببلش ستاديز تو ديت, لكن برضه محطوط في الحسبان. وعشان كده البروتوكول المصري في علاج برضه الانفلونزا. ذا بريزنس اوف ان الترناتيف فايرال ايتيولوجي ميكس كوفيد ليس لايكلي. بكتيريا كو انفكشن might increase with severity of illness. Chest X-ray in all patients, ما فيش فيها كلام. Consider CT for better sensitivity, لأن ممكن يبقى حاجات non-specific في X-ray تيجي تعمل CT تلقى فيه ground glass appearance أو opacities موجودة. Close to COVID-19 bilateral ground glass opacity peripheral distribution. أوكي, فده الكلام. وزارة الصحة المصرية عملت guidelines أو recommendation هتلاقوا فيها كل ده موجود على النت, وهتلاقوا فيها اسماء الادويه كلها المتاحه والبارستامول فور الحراره وبقيه الادويه. انا هسيبكم تقروها. ويمكن برضو احد الدكتور اشرف العدوي برضو عامل تسجيل على اليوتيوب لطيف جدا لانه بيتعرض لجميع تفاصيل البروتوكول المصري والدبليو اتش او. فبيتكلم عن الكلوروكين انتي ماليريا, كل ده ادويه تيستد وكلها استخدمت سواء في الصين او في اوروبا
لكن الإيفيدنس ما زال مش قوي. الأنتي مالاريال استخدامها هنا مفيدة في الميكانيزم اوف اكشن increases endosomal pH. الفيروس عشان يخش الخلية ويحصل فيوجن ويبدأ يعمل الكاسكيد عاوز low pH. فالهاي pH ده بيقلل الفيوجن اوف الفيروس. ده الدوسجز مهمة قوي في الكلوروكين او الهيدروكسي كلوروكين ان انا ابقى عارف الدراجز الاكامبانينج دراجز والكونترا انديكيشنز. كونترا انديكيشنز البرولونج كيو تي سيندروم، المايثينيا جريفز، الريتينوباثي، البورفيريا، الابلبسي، الجي 6 بي دي ديفيشنسي، ومع اذر دراجز زي الازيثروميسين والكلام ده. خلي بالي من الدراج انتر اكشنز وراجع دراج دراج انتر اكشنز مع كل الادويه اللي بنديها. يمكن اللوبينافير روتينافير وموجود قدامكم العلبه بتاعته اهوت، ده انتي اتش اي في دراج، لكن مشكلته ان هو بوتنت سيتوكروم بي 3 اي 4 انهبيتور ولو دراج انتر اكشنز كتيره. وطبعا توسيلوزوماب ما بقى فيه سايتوكاين ريليز، وممكن الانتي بكتيريا لو في سوبر امبوزد انفكشن. نيجي للنقطه اللي انا عاوز اوصلها مع حضراتكم، هل فعلا الايفيدنس قوي ان الكلوروكين والهيدروكسيكلوروكين مفيد في علاج الكوفيد 19؟ لغايه اللحظه دي الايفيدنس مش قوي، لكن بيستخدم على نطاق واسع. والجدول اللي قدام حضراتكم ده وجدول تاني في المقاله دي، كل دي اونجونج ترايلز تو تيست الكلوروكين. ما ننساش الكلوروكين ممكن يبقى له سايد افكتس، فالمونيتور البيشنت ويل، نشوف الفاندس ونراقب السايد افكتس، وخاصه يعني نستخدمه بلارج دوزز ممكن يبقى فيه هايبوجلايسيميا معاه، فبرضه نبقى واخدين بالنا من كده. والكونكلوجن بتاع المقاله ديت، there is rational preclinical evidence of effectiveness and evidence of safety from long time clinical use. احنا بقى لنا 70 سنه بنستخدم، او الطب انا بيستخدم الكلوروكين واوير بي. يعني استاذنا الدكتور زكي شعير كان اي واحد يجيله فيفر يقول لك اديله ارزوكين لانه ده هيشتغل بتدوى الملاريا. فعندنا كونفيدنس ازاي نستخدمه، والحسن الحظ له بعض الافكتس على كوفيد 19، لكن زي ما قلنا لسه هيبقى تيستد في راندومايز كنترولد ستادي لو استخدمناه بالدوسج اللي موجوده في البروتوكول المصري. لازم نموتور دراج دراج انتر اكشن علشان تو افويد هارم اوف الافكت. وده الفلسفه اللي بتسيطر في وجود اي بانديميك. احنا في فتره الرخاء او الديزيز الكرونيك، العلماء بيعملوا ابحاث وطلعوا ادويه، كان بيتستد فيز 1 فيز 2 فيز 3، اعمل دبل بلايند راندومايز كنترول ستادي وفيز 4 وبعدين الناس. لكن انا هنا دلوقتي بانديميك والبيشنتس والناس بتموت، فبدا ففي ترند بالتعامل مع البانديميك بشكل عام هو الكومباشنت يوز او الاوف ليبل يوز اوف دراجز على اسامبشن ان لها اكسبيرمنتال او اكس فيفو افكتس. فعلى سبيل المثال اديت تجربه سنه 2014 مع الايبولا، 30,000 انديفيدوالز ديفلوبد ايبولا فيروس ديزيز، ان نيومرا ثيرابيست تيستد اجينست ذيس فيروس انكلودينج كلوروكين، هيدروكسكلوروكين، فافيروفير، كل الادويه اللي قدام حضراتكم ديت. وانا خافي هنا جمله لان هو كان على اساس ان هم لهم افكت اكس فيفو، كلهم نون بروفد تو بي افكتيف اور سيف. فعلى ما يبدو ذا رابيد اند سيمالتينيوس كومبينيشن اوف سبورتيف كير اند راندومايز كنترول ستادي از ذا اونلي واي تو فايند افكتيف اند سيف تريتمنت اوف كوفيد 19. يبقى حتى لو استخدمنا الادويه اللي لها بوتنشال افكت، اي شود مونيتور البيشنت ويل، وممكن يبقى في سايد افكتس من الادويه وما تبقاش مكتشفه، يبقى عارفين ان الايفيدنس ضعيف. نيجي للدراج ده اللي اتعمل عليه راندومايز كنترول ستادي، ده انتي ريتروفايرال انتي اتش اي في، بيتعطى بالدوسج ديس اللوبينافير 400 ملي جرام وريتونافير 100 ملي جرام، بيتعطى مرتين في اليوم ل 14 يوم. طيب هل فعلا ثبتت الراندومايز كنترول ستادي ديت الافكاسي بتاعه؟ ده 99 في كل ارم تقريبا، النتيجه مش مبهره لا في الافكاسي ولا في الفيرال لود. يبقى اذا بس برضو انا لو عندي كريتيكال ال بيشنتس وانا مراجع الادويه ما عنديش بد لان ما عنديش اذر دراجز، فده ستيميوليشن للعلماء يبقى في حاجه. تعالوا نخش بقى على ما يخص النفرولوجي، وبدايه البوابه النفرولوجي هي الهايبرتنشن.
فالكوموربيديتيز اللي بتخلي البيشنت برون لسيفير ديزيز اند مورتاليتي هو كارديوفاسكولار ديزيز، الديابيتس، الهايبرتنشن، الكرونيك لانج ديزيز، الكانسر وكرونيك كيدني ديزيز. يبقى ده اول خيط الكيدني مع الكوفيد 19، لانه عيان الكرونيك كيدني ديزيز يوجوالي بيبقى معاه كوكتيل من الاسباب دي، ديابيتيك يا هايبرتنسيف يا كارديوفاسكولار يا كرونيك كيدني ديزيز لوحده، فكل الكلام ده بيخليه برون. طيب علشان كده النيفرولوجيست لازم يبقى اوير انه فيه لينك مع هذا الفيروس. بالاضافه زي ما الدكتور عصام نوه وقال انه ممكن احنا عندي انجيوتنسين كونفرتنج انزيم تايب 2 ده موجود في الكيدني وموجود بالنسبه في النيموسايتس بتاعت اللنج، فممكن برضو ياثر في، هل ممكن ياثر في الكلى ده؟ وده اللي عمل هلع ما بين الناس في موضوع الاس انهبيتور والاربس. ليه الاس والارب حصل معهم هلع؟ يمكن هتيجي سلايد بعد شويه هشرح فيها الميكانيزم اوف اكشن، لكن انا عشان ازود الهلع بالنقطه ديت جايب المصدر ده. Our patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19. ده لتر في اللانسيت ريسبيراتوري ميديسن بيقولوا انه والله الناس بتقول الاس والاربس ممكن تزود الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم 2، والكالسيوم شان بلوكر اللي انا عامله بالاخضر اهوت ملوش علاقه بالقصه دي. فلو انت انيشيتنج دراجز حاليا، لو جالنا واحد هايبرتنسيف انا هديله كالسيوم شان بلوكر. طيب لو بياخد اس او اربس تعال نشوف هنقول ايه. بصوا حضراتكم هنا القصه فيها كومبلكستي اكتر من اللزوم. يس الفيروس علشان يخش بيستيك للانجيوتنسين كونفرتنج انزيم 2، انا عندي الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم منه واحد ومنه اثنين، واحد اللي بيحول الانجيوتنسين 1 ل 2. طب الايزو انزيم 2 ده بيعمل ايه؟ بيحلل الانجيوتنسين 1 تو 7. انا عندي الانجيوتنسين 2 ده انفلاماتوري فايبروتيك ميدياتور، والانجيوتنسين 1 تو 7 فازو دايليتور وانتي انفلاماتوري. فانا هنا لو العيان ما بياخدش اس او اربس الفيروس هيلزق برضو على الاي سي 2 وهيخش يحصل له انترناليزيشن وتبدا الكاسكيد اوف ايفنتس. بس خلي بالكم هنا هو مناع لي الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم 2، فبالتالي انا عندي الانجيوتنسين 2 هيبقى الانفلاميشن والفايبروزيس زايد. طيب انا عندي العيان ماشي على اس او اربس، حتى لو هم بيزودوا الانجيوتنسين 2 فهم بيعملوا بيأميليوريت الانفلاميشن والفايبروسيس، فده الوجه الثاني للقصه. Yes, they may increase the expression of angiotensin converting enzyme type 2 على الرغم من ده debated برضو في احد الـ resources، الا انهم بيعملوا potential effects وبيقللوا الـ inflammation of fibrosis. انا بكلمش inflammation of fibrosis within the kidney، انا بكلم على lung والـ respiratory distress syndrome، لان ثبت قبل كده في SARS انه الـ S والـ ARBs بيقللوا inflammation of respiratory system. ومن ثم المجموعه ديت على النيفرولوجي جورنال كلاب اختاروا ريفرنسز واختاروا كونكلوجنز وريكومنديشنز من كل السوسايتيز. يعني قدام حضراتكم هنا الاوروبيان سوسايتي اوف هايبرتنشن، الكارديولوجي، الهايبرتنشن كندا، كانديان كارديوفاسكولار سوسايتي، رينال اسوسيشن، يونايتد كينجدم، انترناشونال سوسايتي اوف هايبرتنشن، امريكان كوليدج اوف فيزيشن. كل السوسايتيز اللي قدامكم اللي قدام حضراتكم ديت اب تو اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها ديت محدش قال يوقف الاس والارب العيان ماشي عليهم، لانه هو بياخدهم علشان عنده مالتيبل كوموربيديتيز والمورتاليتي ممكن تبقى اكتر بكتير لو انا وقفتهم. علشان كده الكونكلوجن بتاع الجزء ده patients who are taking ACE inhibitors or angiotensin receptor blockers are not advised to change their therapy unless advised to do so by their physician كالطريقه المعتاده. دكتور مجدي كان بيسال يا ريت لو حضرتك تتدخل هنا لو عاوز تعلق. دكتور مجدي الشرقاوي اتفضل. انا معاك يا سيدي. بص هو طبعا كلامك على الـ على الايس والارب اكسبتبل، بس ستيل برضه ذير از نو ايفيدنس ان هو هيحسن الانفلاميشن في اللنج، وانت بتتكلم في ايفيدنس بيزد ميديسن، فاحنا وي شود انكورج ذا بيشنت تو كونتينيو هيز انتي هايبرتنسيف ميديكيشن without interruption من غير ما بحييك يا دكتور مجدي، لانه انا لما ذكرت القصه دي بذكر السورس وليس رايي، لان الناس اللي بتدافع على على استمرارهم يقول لك انت خايف من ايه؟ ريسبيراتوري ديستريس سيندروم ده تحسنه
في الـ reported observations اللي تمت من دي قبل. لكن فده ما انت ديبيت وانا ديبيت، يبقى ده لا يضحد الحقيقة الواضحة ان الـ ACE inhibitors والـ ARBs أدوية saving cardiovascular system اللي هو most common cause of death لغاية ما نشوف الدنيا هتمشي ازاي. لكن انا لو انا ما عنديش compelling indication لهم وجالي عيان الوقت hypertensive هبدأ له calcium channel blocker. ده don't start them. I'm not going to start them إلا في العيان اللي هو very risky, البروتونوريك, الديابيتك, مش عارف إيه كلام ده. لكن دون ذلك هبعد عنهم الوقت. ده حكمة الإشاعات. نخش بقى على الكيدني لأن السيكتور ده بتكلم على الهايبرتنشن والديابيتس والكيدني. فهنا الكيدني involvement 15% من العيانين presented برايز اوف كرياتين ماشي. 44% ل 63% بروتينوريا اوكي. 26% هيماتوريا وبعضهم كمان الكترولايت ديستربنس. واكتر الكترولايت ديستربنس ريكوردد هو الهايبوكاليميا. الاي كي اي وانا الاي كي اي هسيبها مش هتكلم عليها كتير لان هسيبها في الاخر مع الكريتيكال إلنس لان في سيبسس جروب مطلع ريكومنديشن وانا احب اشارك مع حضراتكم الريكومنديشن لان بيتكلموا على الفلويد ثيرابي وده تبعنا, بيتكلموا على الفنتيليشن وده تبعنا. فارجوكم ما تزهقوش مني وخليكم معايا لغايه ما نخلص. What damage kidney? إيه ليه العيان هيجيله acute kidney injury أو kidney dysfunction؟ والله ده ممكن يبقى sepsis, ممكن يبقى cytokine storm, okay؟ ممكن يبقى direct cellular injury. أنا لسه قايل إن الفيروس ممكن يبقى موجود في اليورين, فبالتالي لأن الريسبتورز بتاع الانجيوتنسين converting enzyme 2 موجودة في الكيدني. يبقى ممكن يبقى binding للتوبيولز وفي بعض الحاجات في الأوتوبيسز بتؤكد هذا الكلام. يبقى إذن على وجه الدقة مش معروف لكن ديات كلها speculations. مين الاكثر عرضه للمشاكل ديت للمشاكل الكوفيد؟ الناس اليوراميك, النيو بورن, البريجننسي, الالدرلي, الكوموربيديتيز والهيموداليسيس. طبعا والهيموداليسيس انا هتكلم عنها باستفاضه بعد كده. المانجمنت كارانتين وسبورتيف كير ذا بيست اكسبيرمنتال كول اللي احنا نعرفه. والهيموداليسيس سنترز لابد تتبع الانفكشن كنترول. كيدني انفولمنت سيمز تو بي فريكوينت in COVID-19 infection and the EKI is an independent predictor of mortality. Uremic patients are particularly vulnerable and strict protocols in hemodialysis units are required. هي المشكلة الهيموداليسيس انه يعتبر life saving في الوقت الحظر اللي هو اسابيع ده, فلازم العيان يعمل دياليسيس. فعلشان كده لابد نتبع كل الحظر مع دياليسيس patients. هل في داتا بتوري علاقة الكيدني disease بالoutcome? Cumulative instance of acute kidney injury of patient with COVID-19 subgroup هو basal serum creatinine. اللي جاي بكرياتين عالي يبقى اللون الأحمر ده هو elevated creatinine من الأول. يبقى إذن الناس اللي عندها chronic kidney disease more prone acute kidney injury في عصر الكوفيد-19. طيب إيه comorbidities وعلاقتها بالoutcome؟ أنا هنا بتكلم على cumulative incidence in for in hospital mortality. وده كل دي بداتا, طبعا داتا observation. فهنا لو خدنا الايتم بتاع البروتونوريا في حد ذاته, لو ما عنديش نيجاتيف بروتونوريا الكوميلاتيف انسنس يبقى تحت. لو عندي من 2 ل 3 بروتونوريا الكوميلاتيف انسنس زاد. يبقى the higher the degree of بروتونوريا the higher the risk of mortality inside the hospital. الهيماتوريا نفس الكلام, اللون الاخضر ده نيجاتيف وكل ما زادت درجه الهيماتوريا زاد الانسيدنس اوف مورتاليتي. البيزلاين بيقول لي نفس الكلام. يبقى اذا الافكشن اوف ذا كيدني از فيري باد نيوز في عيانين الكوفيد 19. وده البيزلاين كرياتينين والبيك كرياتينين. كل ما كان الحاجات دي ديستربد وحدوث الاكوت كيدني انجري, الاكوت كيدني انجري ان جنرال از اسوسييتد ويز مورتاليتي. والكوفيد 19 اسوسييتد اكوت كيدني انجري وربول اسوسييتد ماهوش بمنقى عن الاسوسيشن ده. ونفس الكلام اعاده البروتونوريا ال 2 ل 3 الهازرز بتزيد. الهيماتوريا لو 2 بلس ل 3 بتزيد. الكرياتين والبيو ان يبقى اذا وذا هاير ذا ستيج اوف اكوت كيدني انجري ذا هاير ذا ريسك اوف مورتاليتي. نفس الكلام 14% الليفيتد كرياتين, 13% الليفيتد بيو ان, جي اف ار تحت 60 13%, بروتونوريا 43, هيماتوريا 26, اكوت كيدني انجري 5%. عشان كده احنا لابد نبقى اوير اوف كيدني ديزيز ونتابعها. هنروح للهيموداليس. طبعا الاكوت كيدني انجري انا ما خلصتهاش, انا سايبها للاخر لانه فيها
لو في الغالب العيان اللي هيقول اكوت كيدني انجري في الغالب هيبقى فيه كوموربيديتي وهيبقى ريسبيرتوري ديستريس وهيبقى في الاي سي يو. وهفرد وهنعرض مع حضراتكم الجايد لاينز. بدايه الهيموداليسيس كانت في اول الشهر ده اول مارس لما لقيت منزلين حاجه اونلاين على الهيموداليسيس في سنتر في الصين. فالسنتر في الصين ده كونفيرم يعني شاف 37 حاله كورونا فيروس في الداليس بي في الداليس في عندهم. الفيفر كان هنا النمبر اوف كيس 4، الفاتيج 3، الدراي كاف 1، الشيست بين 1، النوزييتنج 1، ونو اوبفيوس سيمبتوم 27. وده يزيد الهلع في العيان الداليسيس. يمكن ده بفكرنا لما كنا بنتكلم انفكشن هيموداليسيس بنقول الهيموداليسيس بيشنتس عندهم تندنسي اوف سب نورمال تمبريتشر، فعشان كده ممكن يبقى الفيفر مش بروميننت فيهم. اليونيلاترال نيمونيا الليفت والرايت والبايلاترال نيمونيا والمالتيبل جراوند جلاس اوباسيس والارقام قدام حضراتكم. يبقى ده العدد بتاعهم. طب ال 37 مريض دول كان ايه اللي حصل لهم؟ 37 عيان اللي هم في الهيموداليس اللي شخصوا 6 منهم دايت، و 31% يعني فضلوا ليفنج. يبقى الستة اللي دايت ده السؤال يا ترى، طبعا دولت الأربعة دولت الميديكال ستاف، يبقى انا عندي 37 مريض هيموداليسيس اتشخص فيهم كورونا واربعة ستاف. فال 37 اللي اتشخص فيهم الكورونا ستة دايت، المورتاليتي ما كانتش من سيفير نمونيا، ده كانت سيريبرو فاسكولار وكاردو فاسكولار. على ما يبدو ان عين الداليسيس مختلفين عن الجنرال بوبوليشن، وقعدوا يدرسوا بقى السيتوكاينز والكلام ده، ولقوا التندنسي اوف انكريس سيتوكاين في الداليس بيشنت سبريزد اقل من. فدكتور هشام تحب تعلق على النقطه دي؟ اتفضل دكتور هشام، افتح الاميوت، اعمل بس اميوت الاول، اتفضل. شكرا دكتور حسين، طبعا بالكلام اللي حضرتك قلته مهم جدا جدا بالنسبه لي الكلينيكال بريزنتيشن للعينين اون دياليسيس. وهو حتى في دراسه اتعملت في ايطاليا حديثا لقوا ان العينين الدياليسيس الكلينيكال بريزنتيشن بتاعتهم اقل من الجنرال بوبوليشن، وده بروبابلي من السب اميون ستيتس بتاعتهم في عينين الدياليسيس. المهم في الموضوع في العينين الدياليسيس يمشي عليه كل الجايد لاينز او بريفنتيف ميجر. انا لسه جاي لها دكتور هشام بعد شويه، لسه جاي، لسه في هفرد لها كلام دقيقه. تمام، بتكلم يعني انت موافقنا الراي في قصه البرزنتيشن از بالظبط اكزاكتلي على حتى عدد اكبر من عينين الدياليسيس في ايطاليا في الوقت الحالي. انا جبت الاكزامبل ده لانه انا ده اول استادي شفتها في الدياليسيس. بعد كده توالت الريكومنديشنز، يعني هنا مثلا الميتيجيتنج ازاي نمنع الريسك في الدياليسيس فاسيليتيز والامريكان سوسايتي اوف نيفرولوجي والايرا اديتا، ودي يمكن المقاله دي مقاله شهيره جدا لانها قصيره وفيها الصوره الواضحه ديت ان انا عندي اذا كنت بقى عندي انفكشن كنترول بوليسي في الدياليسيس في الوقت العادي، فاحنا هنا الوقت ده الوقت الايه الحرب ده ضد الكورونا، لابد يبقى انفكشن كنترول منفذ بحذافيره، واي خلل فيه يعتبر خلل جسيم، خطا جسيم جدا لان مش ناقصه. فهنا انا مش بس خايف على البيشنت، انا خايف على الدكتور ومش الدكتور والفريق التمريض اللي مخالط للمريض، فمشكله كبيره جدا. واذا كنا فعلشان كده احنا المفروض نحتاط من جميع المرضى كاز ان هم كلهم عندهم كورونا، يبقى اذا لازم نتبع كل وسائل الانفكشن كنترول، يبقى كله يبقى تريند ازاي البس ماسك. وكان في فيديو متداول يمكن الدكتور ايمن رفعه على الـ على الـ على الفيس لواحد جاب ماسك وجاب حته ورقه بلاستيك وخلاها قدام وشه بحيث مغطيه الماسك على بقه كده والاي. فيعني ممكن بحاجات رخيصه نعمل بريفنشن عظيم، لكن اهم حاجه نبقى عارفين احنا بنعمل ايه. ستي ات هوم كل الانويل، يعني لو الطبيب عنده اي اعراض او التمريض لازم يفضل في الهوم في البيت. يوزفول بيرسونال اكويبمنتس وبروتكتيف، الكلام ده مش رفاهيه، ده اجباري. بعد كده الدياليسيس بيشنتس لازم يبقى في شيكنج عليه، لو في فيفر او في اعراض
لابد يبقى isolated. الايسوليشن ده لازم في نيجاتيف ذا بيست واي، زي ما هيجي بعد كده في بعض الاشياء انا مش هقراهم كلهم. البيست واي انه يعمل داليسس في نيجاتيف بريشر، ولو ما عندوش ولو ما عندناش نيجاتيف بريشر واضح ممكن نستعين بهيبا فلتر. واذا ما كانش عندنا امكانيات لهذا الكلام حاجه من اثنين، يتعمل لهم مكان لوحدهم كلهم، يا اما بيتحولوا المكان يقدر يتعامل مع الكوفيد بيشنتس. فالكلام ده لابد يتاخد على محمل الجد. Be provided with clear instruction on appropriate hand and respiratory hygiene. Should inform staff of symptoms. إن ده لازم العيان يبقى أي حرارة أو أي أعراض أو أي مخلطة لحد كان عنده أعراض لابد إن هو يقول هذا الكلام. Should perform hand hygiene on arrival and departure from dialysis unit. Should be instructed to self-isolate. Body temperature should be checked before the start and end of dialysis. Symptomatic patients should be dialyzed in a separate isolation room. وساعات بيعملوا يخلوا الشفت الأخير للعيانين بحيث يعقموا بعض. وهنسمع برضو من الدكتور هشام تعليق على هذا الكلام. ده بنفس الكلام بأشكال وألوان من sources مختلفة. والحسن الحظ إن كل sources دي متاحة على النت. يعني نيفرو جي سي اللي هو جورنال كلاب ده هتلاقوا فيه التفاصيل، السي كي جي جورنال فيه، الكيدني انترناشونال فيه، الهيموداليسيس. ويمكن الادويه انا مش هعلق قوي على الادويه لانه هتتراجع ونشوف اتوصلنا لايه. ويمكن دي اخر استضي في الداليسيس قبل ما الدكتور هشام يعلق. انا عندي ده الجوريزم كويس اللي هو مانجمنت اوف انديسيش كيدني ديزيز كوفيد 19 اند ايمرجنسي ديبارتمنت. انا عندي كونفيرمد كوفيد 19 يبقى في اورنج تاج ماسك ايزوليت اند ايفالويت ذا بيشنت اف ذا بيشنت ستيبل اور فور ذا شارج. لو العيان عنده كوفيد طالع تحليل بوزيتيف لكن هو سيمتوماتيكالي اوكي ويقدر يروح ديشارج تو ديزيجنيتد كوفيد 19 مدرس فاسيلتي وذ ابروبريت ترانسبورت اند هوم كير بلاننج. لا ده انستابل يبقى ده هيحتاج ادمشن. نون كريتيكال ستاتس بنتبع الالجوريزم ده في الاخر. هنا لو البيرسون اندر انفستيجيشن يبقى بلو تاج، يبقى انا عندي ده هياخد لون وده لون، يبقى عارفين ده بقى نعمل له ايه. البلو تاج ماسك وايسوليت اند ايفالويت ذا بيشنت وسند كوفيد 19 تيست اند ريسبيرتوري بانل ونشوف ده العيان ده هيطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف. يبقى اذا لكل الدياليسيس بيشنتس في الالجوريزمز موجود. وعلشان نسيب الدكتور هشام هنا وديت بتوجه بالشكر للدكتور هشام، في بشكرك دكتور هشام اولا لان انت كنت صاحب مبادره جميله في يعني اكيد حضرتك استقيت من التوصيات العالميه ما كتبته هنا في توصيات الجامعه المصريه، فانا هسكت وحضرتك هتعلق على التوصيات ديت. وفي سؤال لحضرتك وانت بتتكلم مدى تطبيق هذه نسبه تطبيق هذه الاشياء في مصر اخبارها ايه؟ اتفضل دكتور هشام. شكرا جزيلا دكتور حسين على الوقت والمجهود اللي حضرتك عملته. كل الكلام اللي حضرتك قلته طبعا انا موافق عليه جدا، لكن بعض الموديفيكيشن اللي تسمح بيها البلد عندنا، يعني كل اللي احنا كتبناه ده حاجه انترناشونال جايد لاين، من ضمنها ازاي اتعامل مع عيان اوريدي كوفيد 19 بوزيتيف كيسز. I think the في مصر بالذات عشان انا مش واثق تماما من حاجات كتير جدا من ضمنها transportation للpatient even، فكل العيانين الكوفيد 19 positive on dialysis should be referred to center للisolation. وبالتالي فين الكلام انا هتعامل افندم فين الكلام ده فين السنتر يعني انت ممكن يبقى انا تواصلت مع مستشفى بعض المستشفيات اللي فيها isolation فيهم وحدات دياليسيس، وبالتالي المستشفيات اللي فيها ايزوليشن وفيها وحدات دياليسيس اي بريفير فور ترانسفير للمستشفيات العزل. لحاجتين مهمين جدا، العيان البوزيتيف كوفيد انا ما اضمنش الترانسبورتيشن بتاعته من والى المركز. انت عارف طبعا ان احنا الترانسبورتيشن عندنا البابليك ترانسبورتيشن المفروض لا تستخدم، تمام، لكن لظروف اقتصاديه كتير من العيانين ستيل يوزنج ذا بابليك ترانسبورتيشن. الحاجه الثانيه كل البروتكتيف بروسيدجرز
والإكويبمنت ما هياش متوفرة في جميع المراكز. وبالتالي التعامل المباشر مع عيان proved to be COVID-19 positive, I prefer to be transferred to isolation centers. تمام. وهذا نفس الكلام أنا بس من غير ما أقطع حضرتك لأن ده الكلام اللي مكتوب حتى في الانترناشنال. إذا ما كانش السنتر إذا كنت أنا مثلا بغسل في افرض بغسل في بلد أوروبي وإمكانات السنتر ضعيفة ما عندهاش ده ممكن يبعتوه لمكان تاني بيطبق الايسوليشن ويبقى ايسوليتد. يعني كلامك فعلا حتى منصوص عليه في الانترناشنال ادفايسز. تمام. الحاجة التانية لو العيان ممنوع ان هو يتنقل من مركز لمركز نهائي يعني ما ينفعش يغسل يوم السبت في حتة ويوم الاثنين في حتة ويوم الاربع في حتة تالتة by any means. وده موجود في بعض الحالات عندنا في مصر واحنا برضو بنؤكد على كده. الحاجة التالتة حضرتك بالنسبة للجايد او اللي احنا عملناه هتلاقي حضرتك ان احنا خدناها from the start يعني بالنسبة للعيانين المصريين كل الاتجاه ناحية المريض. لا انا ابتديت بخطوة قبليها شوية اللي هو والعيان في بيته كل الريلاتيفز وكل الناس اللي معاه موجودين في البيت should be very aware of infection control لان العيان هيبقى عنده استعداد اكتر ان هو to catch infection وهيبقى السبريد بتاعه اكتر في مروحه ومجيه واثناء تداوله للدياليس. فحطيناها في الجزء الاولاني على اربع خطوات مهمين جدا. العيان في البيت يعمل ايه؟ العيان في الترانسبورتيشن يعمل ايه؟ العيان قبل ما يدخل السنتر قبل ما دخله على الستيشن يعمل ايه؟ والعيان اثناء الستيشن يعمل ايه؟ والاربعه مهمين جدا جدا جدا. بيجي بعد كده حضرتك على الدياليسيس بريسكريبشن بالنسبه للجنرال. لا قبل ما حضرتك تروح للدياليسيس بريسكريبشن سؤالي لحضرتك نسبه الالتزام بالكلام ده او نسبه تحقيقه على الارض الواقع ايه؟ انا بتكلمش على مستشفى جامعه عين شمس طبعا ده مكان محترم انا بتكلم بقيه وحدات الدياليسيس مدى تطبيق هذا حضرتك الاويرنس في وحدات الكلى الصناعي بالمسافات الموجوده المتر ونص اللي هي 6 فيت متر لان الفيت حوالي 30 سنتي فاحنا بنتكلم تقريبا متر و80 متر موجوده في اغلب المراكز باي ديفولت يعني في اغلبهم مش في كل المراكز عشان نبقى واضحين. بالنسبه للمراكز اللي هي معتمده في الجامعات او المستشفيات الكبيره في فعلا التزام كبير جدا لكن ما اقدرش اقول ان ده موجود في 100% من السنترز لان احنا عندنا مراكز كتير جدا overloaded. انا بتهيألي هنا كان ممكن 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 يراعى الناس من العيانين لا العيانين بقى اللي ما عندهمش وممكن يبقى فيه possibility يبقى exposed ده ممكن يلبسوا ماسكس بقى وحاجات زي كده يعني الشخص السليم نفسه يراعي بقى كل يعني ياخد باله بشكل قوي جدا. اول awareness as in general population بس اللي انا حبيت كمان to stress عليه في عيانين الدياليسيس بالذات. طيب ما يخص الدياليسيس ما يخص اللي هي النمره واحد اللي هي ال patient at home and during transportation. اوكي دي بقى للدياليسيس. ايوه طيب ايه المطلوب مننا؟ نمره واحد ان العيان يستمر على جلسات الكلى الصناعي. تمام ما حدش يوقف جلساته خالص ولا السكيدول بتاعه ولا الفريكوانسي بتاعه at least 3 times per week. طيب الدياليسيس بريسكريبشن what is the best بالنسبة للعيانين سواء إذا كانوا نورمال ما عندهمش كوفيد 19 أو catching كوفيد 19 نقدر نقول إن إحنا معانا أربعة جروب. جروب 1 اللي هو عيان already عنده renal failure end stage renal disease on regular hemodialysis. The best option here for general ان انا اكمل على الدياليسيس سكيدول بتاعه ب high flux traditional membranes. طيب العيانين اللي هم لقطوا كوفيد 19 سواء اذا كانوا asymptomatic او symptomatic هيبقى عندي هنا الاوبشن by scientific literature لكن مش بالراندومايز كنترول ترايل. ليه؟ ما عنديش randomized control trial تقول لي which is the best option here. وده بيتطرق الى في crisis state او في المرحلة اللي احنا فيها دي ان احنا يبقى عندنا الى حد ما نقدر نقول ان احنا عندنا
البيست اوبشن ان ذا ماكسيمم ريسورسز وي هاف. ايه احسن حاجه تقدر تقدمها للعيان وتبقى افيلابل عندك. اكوردنجلي للسيتوكاين ستورم والقصه بتاعت السيتوكاين ستورم والانفلاميشن، لما نيجي نشوف الانترليوكينز والسيتوكاينز هنلاقي انترليوكين 6 وانترليوكين 10 وانترليوكين 18. الموليكولر ويت بتاعهم بيتطرق ما بين 18000 الى 24000، يعني ان ذا رينج اوف ريموفال باي دياليسيس في الهيموداي فلتريشن او بالهاي فلكس دياليسيس مع سبيشال دياليسيس ممبرين ان هو يكون السيفنج كوفيشن بتاعه عالي. ولذلك اي عيان بروف تو بي كوفيد 19 سواء اذا كان مايلد مودريت اور سيفير اتس ادفايزد ان هو يعمل هيمو دايا فلتريشن اور ات ليست هاي فلكس دياليسيس. طب العيان الكريتيكالي ال بقى اللي هو الهيمو دايناميك ان ستيبل وعلى فنتيليتور ومحطوط في الاي سي يو، ده انا هجيلها في السيكتور بتاع الاكوتينال فيلير. ف لا ده 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 في العيان الاند ستيج رينال ديزيز، انا لسه ما جبتش على الاكوت كيدني انجري. ماشي اوكي، ده هيبقى البيست اوبشن اف افيلابل ال سي ار ار تي، اف نوت افيلابل ما نحتاج نوع من انواع السليد لان البرودكشن اوف سايتوكاين هيبقى اكتر من الكاباسيتي اوف ريموفال، فانا محتاج برولونج التايم اكتر، يعني محتاج وقت اطول من العيان ان هو يقدر يعمل انترميتنت دايز. يبقى العيان البوزيتيف كوفيد 19 وي ان مايلد تو مودريت كيسز تو اون هيمو داي فلتريشن اور هاي فلكس دايز وات ايفر ذا اوبشن موجود. العيان السيفيرلي affected من الاند ستيج رينال ديزيز كاتشنج كوفيد 19 هيبقى عندي تو اوبشنز السي ار ار تي او السليد، لان انا محتاج التايم تو ريموف السيتوكاين. بالنسبه للاكيوت كيدني انجري اللي حضرتك هتتكلم عليها اكيد، طب وهيخش فيها طبعا حاجات ثانيه مور ان ادفانس الاميونو ابسوربشن، لكن برضو ثاني ارجع اقول لحضرتك في الوقت الحالي نقطتين مهمين جدا اختم بيهم كلامي، ان احنا في اوقات الكرايسس ساعات الراندومايز كنترول ترايل بنستنى عليها شويه وبناخد الماكسيمم ساينتفك ليتريتشر نوليدج اللي احنا عارفينها تو اوبتمايز البيشنت كير ات ذات. اوكي، ونتمنى طبعا السلامه للجميع ان شاء الله. انا هاخد تعليم الدكتور مجدي الشرقاوي. اتفضل دكتور مجدي. طيب افتح لي الميوت. فتحته خلاص، اتفضل. طيب، وطبعا انا موافق تماما على ما قاله الكل هشام ان احنا وي هاف تو ستارت ات هوم، لان برضو النصيحه العامه للكلى هو طبعا مرضى الكلى الفارنبل جروب اوف بيشنت معظمهم دايابيتك كلهم هايبرتنسف تقريبا، لكن انا كان اللي شفته في الايام اللي فاتت من الكونسلتيشنز ان كتير من الوحدات نقصت الغسيل الى 3 ساعات، وده مش صح، which is a complete crime against our patients، لان in 2 weeks period هيبقوا كلهم inefficiently dialyzed وهيبقوا كلهم more prone for infection and there is a risk for them and their families. يا دكتور حسين، دكتور هشام، النقطه الاهم، النقطه الثانيه دكتور مجدي، هيزود الريت اوف ادميشن لانه هيجي لنا باكيوت سيتويشن هيعمل بيردن. هو انت هتيجي تلمها من الجهه دي هتروح منك من الجهه الثانيه، فاحنا لابد عارفين ان الغسيل ده هو اللي بيمكنه انه يمارس حياته، فما نخنقوش. والحاجة التانية برضو مهم جدا ان احنا we have to لان انا عاوز بعد اذن حضرتك انا عاوز اكد على النقطة دي، لانه انا كنت بقولها في الاثيكس اوف هيموداياليس، هل العيان اللي جاي نفسه متأخر اخصم له؟ كنت بقول لا طبعا مخصملوش. It's unethical. فما بالك بقى الوقتي في ظل خوف والناس ممكن يكون بتاكل اكتر بتشرب اكتر، فلابد العين ياخد السفشن دالس بتاعه. يمكن الدكتور هشام حكاية الهيمو داي فلتريشن ممكن مبقاش متاح في كل الأماكن، فأنا مع دكتور هشام في الهاي فلكس وإن البيشنت ياخد وقته، وإذا توفر الهوم هومو دياليسيس ده يبقى احنا يبقى شيء كويس. والحاجة الثانية كنت حسين لازم الستريس على النيوتريشن دلوقتي إنها برضو بارير أجينست إنفكشن. تمام، لازم القاعدة اللي بتقول للبيشنت ما تاكلوش لحوم، ما تاكلوش فراخ، ما تاكلوش سمك. وده يأكد تاني يا دكتور مجدي، معلش أنا بقطعك، ده هيرجعنا للنقطة اللي أنت قلتها قبل دي، انه انا لو منعت الغسيل قللت الغسيل مش هيبقى كومبلاينت مع الاكل، مش عارف ياكل،
بالظبط. فبالتالي لابد انا اعمل عليه اديله كفاءته واحنا لنا الله لانه الهيلث كير بروفايدرز دولت سواء تمريض طبعا التمريض اكتر اكسبوزد للبيشنت وبيقعدوا معاه فتره اطول فهم يستحقوا فعلا يعني التحيه والتقدير يعني لكن الثواب هيبقى عند ربنا ان شاء الله باذن الله وبرضه الاستريس على ان الطاقم الطبي اللي هو دلوقتي هو اللي محتسب شغل الوجه الله ده جزء لازم يتقدر دلوقتي كويس جدا جدا ولازم نعمل لهم جداول لازم نعمل يعني نظام جديد لوحدات الغسيل عشان نسهل عليهم الذهاب والعوده بحيث خدمه المريض تبقى هي راس الامر عندنا دلوقتي خدمه مرضى غسيل الكلى عشان احنا ما عندناش enough facility ما عندناش اي سي يو في كل المراكز اللي عندها حتى المستشفيات انا عندنا 200 مريض بيغسل وعندنا 20 فنتليتور فو هاف تو بي فيري كيرفول في العينين دول طيب تمام انا عشان الوقت ما يسرقناش هستاذنكم اكمل بس هقول كومنت ان هاف ا مينيت بالنسبه للثلاث ساعات طبعا ات شود بي ابسولوتلي فوربيدن اوكي بالاخص كمان في نقطتين مهمين جدا بسرعه في العين هياخد ثلاث ساعات اولا بوتاسيوم ريباوند بتاعها هيبقى عالي جدا لان الريد بلاد سيلز ما بتطلعش البوتاسيوم اثناء الدياليسيس فالعين هيجي في هايبر كاليميا فيري فيري كومن نمره 2 هضطر اعمل الترا فلتريشن ريت عالي جدا تو كفر الثلاث ساعات ونخش وريت اوف ادمشن المستشفى يزيد فهتبقى انا مش هتكلم على ادكواسي اوف دياليسيس ده انا هتكلم على تو مين بروبلم اللي هو الالترا فلتريشن ريت مع الريباوند الهايبر كاليميا خلينا نخش بقى في السيكتور الترانسبلانتيشن ويمكن احنا جالي سؤال على الفيرشوال اكاديمي ايه وضع الليفنج دونر كيدني ترانسبلانتيشن الوقت نعمل ليفنج كيدني ترانسبلانتيشن ولا لا وبرضو ده نقطة ايثيكال خلينا نشوف الاي اس تي وكل السوسس بتاعت امريكا عمل ويبينار لمدة ساعتين ولو دخلتوا عندنا على القناة اللي انا برفع عليها الفيديوهات هتلاقي في اللايك دي فيديوز هتلاقوا الفيديو ده موجود في ناس من الميكروبيولوجي وناس من غيره الامريكان سوسايتي اوف ترانسبلانتيشن في الاول خالص ويمكن احنا في التاريخ اللي قدام حضراتكم ده احنا قلنا هذا كلام استريكت ايزوليشن للريسيبيانتس والسي دي سي حتى الدونر كمان ليفينج كيدني دونر اللي عاوز يتبرع كانوا بيشوفوه جاي منين ولازم يعدي على 14 يوم ده كان في بدايه الكلام زي ما قلنا في الاول ان كل المجالات بتتسابق الامريكان جرافت ترانسبلانتيشن كان ليدر في القصه ديت وكان دايما بيتصدر المشهد كارنت ايشو ايرلي فيو اكسبتد زود كوفيد 19 وفي السيكتور بتاع كوفيد 19 في الست ايتمز دولت موجودين ودولت اللي انا هعلق عليهم يمكن احنا قلنا البلاد دونر الدونيشن ده بالمره يعني قلناه مع دكتور عصام فمش هعيده تاني لكن خلينا في الاورجان ترانسبلانتيشن الفيفر والكاف والمانيفستيشن مش هتختلف كتير لكن هو هيبقى مور برون وعشان الاميون سبريسيف ستيت هيبقى ممكن يبقى القصه معاه فيها كوموربيديتيز ومشاكل اكتر ده انا اتوقعها مع ترانسبلانت ريسيبيانت اللي عامل ترانسبلانتيشن لكن تعالوا معانا بقى ناخد الستاندرد ريكومنديشنز امفاسايز يعني ده كلام يمشي على ترانسبلانت ويمشي على مش ترانسبلانت ده بالنسبه لاداء الريكومنديشنز الاولانيه للترانسبلانت سنتر امفاسايز كاف اند سنيز اتيكيت فريكوينت هاند هايجين فاكسينيشن وده نقطه مهمه لان سالناها ان ممكن كان الفاكسين يديه ولا لا وكان عندنا احد الزملاء عنده هايبوس بالنزم فانا قلت له لازم تاخد ان ممكن كان الفاكسين سولونج از انت ما عندكش اعراض لانه ده الوقت اللي لازم نكمل الفاكسينز طبعا في الترانسبلانت بيشنتس هندي الكيلد فاكسينز او الانكتيفيتد مش هندي الليفنج فاكسينز ماسك ذا بيشنت بيشنتس ايدنتيفايد ات ريسك mask the patient, move the patient to a private room with the door closed, use airborne and contact precautions. If infection with COVID-19 suspected, report concern, follow updated guidelines. The general potential donor attention to travel and asymptomatic living donor with travel to China. The الليفنج دونر ترانسبلانتيشن في معظم السنترز في اوروبا وكندا وقفوا الليفنج دونر كيدني ترانسبلانتيشن وهاجي في جدول
امتى اعمل ريستريكشن وايه درجات الريستريكشن للترانسبلانتيشن. في 25% ريستريكشن، 50 75 100%، لانه ساعات الفنتليتور يعني في ايطاليا المشهد العنيف ده الناس مش لاقيه فنتليتور وكلام زي كده، اشغل الطاقم الطبي والعنايه بحالات ترانسبلانت القصه تبقى صعبه. يبقى it is imperative. Imperative يعني ده امر for transplant community to be prepared، لان احنا بنتعامل مع immune suppressed patients and updated their protocols. This will undoubtedly not be the last novel coronavirus to cross our path. ده عيان liver transplant وبيوري ازاي اتعاملوا معاه. ده كيس وبيوروا اللابوراتوري بارامترز، ونفس اللابوراتوري بارامتر بنعملها والبريكوشنز والكلام ده، لكن هنا هيزيد عليها هاو تو ديل وذ اميون سبريسيف دراج. يعني لو انا بس بكبر هتلاقوا هنا الارايفل من الصين، ده طبعا حاله وما زال الترانسبلانتيشن كيس ريبورتس. وفي الويبينار اللي عملته الاي اس سي تي كان راجل ايطالي عامل برضه كابل اوف كيسز. فاللي يخصنا فيها الاميون سبريشن، اميون سبريشن هنا لما تشخص الحاله وقفوا الاميون سبريشن، يمكن بيسيب المثال برنزولون شويه ولكن بيوقف الاميون سبريشن، وبعد ما العيان يبقى ريكفرنج ممكن يرجع التاكرولوماس ان هاف دوز، وده ذا بيست تريتمنت ممكن يتعمل البيشنت. في حاله ثانيه برضو استخدموا فيها الادويه اللي احنا كنا بنتكلم عليها اللوبنافير ريتونافير، لكن نخلي بالنا واسطوب التاكرولوماس، لان في طبعا هنا دراج دراج انتراكشن، انا هوقف خلاص الاميون سبريشن ما عنديش مشكله في النقطه ديت، والعيان طبعا مور برون للريسبيتري فيلر. انا اسكيب الكلام ده علشان اخش في الايه في النقطه بتاعه السكرينينج. ده اللي انا يعني رغم ان ده يعتبر بيرسونال اوبينيون، لكن بتواصل مع ناس كتيره في اماكن مختلفه الليفينج دونر كيدني ترانسبلانتيشن موقوف حاليا في معظم البلاد. هنا السكرينينج للدونر، اذا كنت عاوز ليفينج دونر ما راحش لهنا ولا هنا وعاوز تكمل الترانسبلانتيشن، هنا مثلا كندا بتعمل يونيفرسال في الديزيز دونر سكرينينج، يونيفرسال نيوكليك اسيد تيستينج في الليفينج دونر سكرينينج يونيفرسال. هنا البري ترانسبلانت ريسيبيان سكرينينج كلينيك على كلينيكال بيز، وطبعا نيزو فرينجل او البرونكو اوفر لافاج، لان العيان اللي هو الكادافيريك ده تبقى قصه ثانيه. فهتلاقوا بقى القصه ديت في متواليه في سويسرلاند ايطاليا اسبانيا الكلام. تعالوا بقى للريستريكشن، ايه قواعد ريستريكشن في وجود بانديميك؟ انا عندي اربع محاور او اربع مستويات للريستريكشن. في 25% ريدكشن ان ترانسبلانت اكتيفيتي، يعني ايه الكلام ده؟ يعني الالكتيف كيسز بيشنتس هوز كونديشنز از ديمد نون لايف ثريتنينج اور كان بي مانجد وذ ميديكيشن اند فور هوم سيرفيسز كان بي ديفيرد انتل ذا اند اوف بانديميك اتس اوكي. يعني الاكزامبلز كيدني ترانسبلانت نو ليفينج دونر اكتيفيتي، يبقى بدايه الريستريكشن بوقف الليفينج دونر اكتيفيتي بالنسبه للكيدني. Disease donor activity allowed لأن الأورجان هيروح. Liver transplant no living donor activity. Disease donor activity allowed. Heart normal activity. Lung normal activity. Pancreas simultaneous pancreas and kidney allowed. Pancreas after kidney or pancreas transplant alone يتوقف. Islet small bowel no activity. يبقى ده ما يسمى بال 25% restriction. يبقى اذا لو طبقنا القاعده ديت يبقى كل الليفنج دونر كيدني ترانسبلانتيشن المفروض نوقفهم، لان انا مش اولا انا مش متاكد الدونر ده اختلط بحد ولا لا. الحاجه الثانيه زي ما قلت انا عاوز اقلل العبء على الهيلث كير سيستم والاي سي يو وهدي الشخص اميون سبريشن، وممكن الدونر يبقى في ريسك للترانسميشن. ف ولازم اذا كنت اخوض في الكلام ده لازم اعمل نيوكليك اسيد تيستينج للدونر. 50% reduction في no activity except highly sensitized patients in kidney transplantation. No living, لأن no living donor activity. Liver activity for mild أكثر من 25, no living donor activity. Heart only intermediate status patients and above. Lung all patients allowed, لأنه ممكن يموت. Kidney pancreas activity, no activity. Small bowel, no activity. No important organs from selected areas. طيب ال 75% هعمل ايه بقى؟
الكيدني ترانسبلانتيشن نو اكتيفيتي unless for medically urgent status زي lack of dialysis, excess uremic cardiomyopathy, uremic neuropathy with paralysis. ليفر ترانسبلانت طبعا ده هنا ايه الايمرجنت كيس بيشنتس اللي هم كريتيكال. الليفر ترانسبلانت اونلي فالمنت هيباتيك فيلير الميل دي فوق 30. الهارت هايست ستاتس. اللنج اونلي رابيدلي ديتيريتنج اند ستاتس 2. طبعا انا مش خبير في اللنج فمش عارف طبعا لا كرايتيريا. كيدني بنكرياس نو اكتيفيتي. سمول باول نو اكتيفيتي نو اكتيفيتي. بعد كده في المية في المية restriction in transplant activity, half of all living and deceased donor transplant activity. يبقى halt, اسف halt, توقف مية في المية. أنا ما فيش زرع لأن الكلام ده ما فيش فيه زرع. أنا كتبت إجابة على الـ Virtual Academy على السؤال اللي جالي إيه رأيك في الـ transplantation الوقت الحالي في مصر. أنا قلت إن إحنا موقفين زرع الكلى في مركز الكلى في المنصورة. إحنا طبعا مش يعني ما احناش الريفرنس النهائي لكن احنا وقفناه بدري. وقفناه من يوم 11 مارس. احنا النهارده 28 مارس بقى لنا 17 يوم وقفين الزرع لحين اشعار اخر. ما فيش زرع في وقت الحظر تماما. يعني لو الدوله قررت اسبوعين تانيين بعد الاسبوعين دول مش هنزرع لغايه ما الدنيا تبقى تنكشف تماما. كوفيد 19 وده الكلام اللي انا مقتنع بيه للاسباب اللي انا قلتها. وهتلاقوا في المقالة دي تفاصيل لبقية طبعا ده بتهيألي انا خلصت الجزء ده. الترانسبلانت كلينيك بقى العيادات عيادة الزرع في الدول المتقدمة بيستخدموا التيلي ميديسن والعيان يجي يصرف علاج حالات الامرجنسي بس اللي تاخد وقت. يبقى برضو عندي 25% ريدكشن للعيادات 50% 75% عند 100%. فنخلي بالنا من الكلام ده. يبقى انا لازم يا العيان اللي بياخد علاج شهر ما ياخد 3 شهور. يعني في انجلترا كانوا الناس بتروح تعمل التحاليل وتاخد النتائج على الواتس او الكلام ده وتمشي. انا هيسكيب الكلام ده. ده البروتوكول بتاع لو انت عندك لا ده مهم ده. لو انا عندي كوفيد دونر سكرينينج تول ده التشيك ليست الدونر خلاص احنا قلنا نوقف. الريسيبيانت نفس الهاي ريسك وازاي بنتعامل معاه بتهيألي التفاصيل دي موجوده. يمكن احنا اللي بيعمل الترانسبلانتيشن سيرجي عندنا اليورولوجيست فانا قلت اجيب لهم برضو حاجه يعني بالذكر ده طبعا في النيتشر ريفيو في اليورولوجي بناقشوا اليورولوجي برضو نفس الكلام. البروسيجرز عندنا عملنا ايه العمليات كلها الالكتيف بوستبوند الليستا كات داون. فهنا مثلا في الاماكن ديت اللي عندهم زحام في السيرفيس بيقد داون بيسيبوا الامرجنس سبيس. يعني عندي اكوت اوبستراكشن عندي برينيفريك ابسس اتس اوكي عندي اونكولوجي بتناقش وبدل ما اعمل حالات كتيره حالات لازم تنزل علشان احافظ على الهيلث كير سيستم على البرسونيل ونفوق للقصه دي. هنيجي لاخر سيكتور الاكوت كيدني انجري والريسك والكريتيكال البيشنتس الريسبيتوري ديستريس سيندروم ما فيش افظع منه لان ما فيش بعد الخنقه حاجه. What clinical characteristics are associated with acute respiratory distress syndrome? Risk for developing acute respiratory distress syndrome consistent with immune activation. Old age was both arduous, development of death and نيجي بقى لموضوع الايه السيتوكاين ستورم والسكندري اسمه سكندري هيموفاجوسيتيك ليمفو هيستوسايتوز SHLH. كوفيد 19 consider cytokine storm syndrome and immune يعني علاقتها بالimmune suppression. Under recognized hyper inflammatory syndrome characterized by fulminant and fatal hyper cytokinemia. يبقى cytokine في السماء with multi organ failure. وده ازاي بتشخص يعني هتلاقوا temperature الorganomegaly في تشيك ليست موجوده والتشيك ليست ديت لها سكور والسكور ده لو سنسيتيفيتي وسبيسيفيستي انا مش هوجع دماغكم بيها بس موجوده. هايبر انفلاميشن يوزنج لابوراتوري ترندز لايك انكريزنج فريتين ديكريز بلاتليت اريثروسايت سيدمنتيشن اند اتش سكور والكلام ده لابد يتحط في الحسبان. اميون سبريشن فور هايبر انفلاميشن ان كوفيد 19 A double edged sword. يعني ايه الكلام ده؟ اذا كنا هنعالج الهايبر سايتوكاينيميا
بتوسيلوزوماب، ويمكن انا احتاج ما اخلص الجزء ده دكتور هشام ودكتور مجدي وكل الاساتذه اللي معانا يعلقوا على النقطه ديت. الايمين سابريشن يعني انا عاوز سيتوكاين يبقى اكتيفيتد ولا عاوز ادي ايمين سابريشن؟ طب لو اديت ايمين سابريشن الفيروس هيزيد ولا لا؟ فكل دي حاجات بتحتاج سؤال. نيجي الاكوت كيدني انجري نسبته ايه؟ اكوردنج للسيريز المختلفه هتلاقوا 6.5% في 3.6% 7 23% هنا عند الصاد ديت. فالنسب متارجحه ما بين نسب قليله ونسب كتيره، ومش كلهم بيحتاجوا سي ار ار تي ولا داليسيس، وفيهم كوموربيد كونديشن زي ما موجود في التيبل ده. هيسكيب برضو ده. في سؤال هنا ويمكن بعد ما نخلص السلايد دي ناخد برضو رأي الأساتذة. Should we start a KRT kidney replacement therapy early for these patients؟ الإجابة من وجهة نظري لا طبعا، لأنه ما سبتش الإيرلي داليسيس ده مفيد في النون كوفيد 19. فأنا هاجي أعمل في كوفيد 19 اللي ما فيش فيه إرجنت إنديكيشن داليسيس أعمل أكوت رينال فيلر، الكلام مش كويس قوي. Does the modality matter؟ دكتور هشام كان بيقول من شوية السي ار ار تي والسيتوكاين ريموفال والكلام ده، هم هنا في النيفرولوجي جورنال كلاب ده مناقشين القصة بالتفصيل، وقالوا ان ممكن يبقى فيه حاجات تشال لكن مفيدة مع الحاجات اللي هتشال الضارة، وعلشان كده بيرجحوا انت الشخص هيستخدم اللي يقدر اللي متاح عنده. لكن انا لو عندي كريتيكال ال بيشنت هايبوتنسيف وممكن يبقى السي ار ار تي مقدم عشان الهيموديناميك، السي ار ار تي مقدم لنقطة تانية ان انا العيان هيعمل في مكانه مش هيروح حاجه الغسيل لو هو كوفيد وديستريسد، فانا خلاص بامن المكان بتاعه ما انقلوش، وحتى في كير تيك كير للسي ار ار تي ماشين لو انقلها من مكان لمكان. انا هسيب الدكتور هشام للاخر بس بعد ما اخلص الشابتر بتاع الاكوت كيدني انجري. انديكيشن ده من الامريكان سوسايتي اوف نيفرولوجي، انديكيشن تو ستارت ار ار تي ار سيميلر تو اذر بيشنتس، اتفقنا على النقطه ديت. A patient develop indication to start RRT أو حتى end stage على دالي زي ما الدكتور هشام كان بيقول. This will be placed by ICU provider بالتعاون مع النيفرولوجيست من على بعد بقى، وفي ناس بتحط كاميرا على في الدياليسيس وتراقب الكاميرا، وعندنا يمكن هنا الدكتور طارق طنطاو عامل كده في المحله من زمان كاميرا وبيراقب الوحده لو هو مش موجود فيها. ال CRRT machine if available are preferred over intermittent hemodialysis. ICU where ICU nurses are trained. It's okay. الكلام ده كله قلناه. ويمكن في الويبينار بتاع امبارح مع الدكتور عمرو الحسيني احد الدكاتره اللي ادى برزنتيشن الاكيوت كيدني انجري ده بروتوكول كنتاكي جامعه يونيفرسيتي اوف كنتاكي ازاي بيتعاملوا مع السي ار ار تي والبوليسز بتاعتها. يمكن الكلام ده يبقى كله معاد ومكرر. انا هخش بقى للجايد لاينز of critical ill acute kidney injury او من غير acute kidney injury ازاي نتعامل، هل في جايد لاينز، هل في ادفايسز. الاوروبيان سوسايتي اوف انتنسيف كير ميديسن اند سوسايتي اوف كريتيكال كير ميديسن قعدوا مع بعض ناس كتيره جدا وحطوا توصيات وغربلوها وادوها ايفيدنس وقالوا ده لو كواليتي وده هاي كواليتي وكلام زي كده، والتوصيات دي موجوده في 104 صفحه ولها سامري صفحتين في اللانسيت يمكن او الجامعه هنشوفهم مع بعض. فنمرة واحد infection control, infection control and infection control for healthcare workers performing with the best evidence. لو أنا الآن من الدروبلتس وإكسبوز للبيشنس using بقى هنا respiratory mask اللي هو الـ N95 أو ما يعادله as opposed to surgical mask in addition to other personal protective equipments gloves, gowns and eye protection. الكلام ده كله ما فيش فيه هزار، ده best practice statement حتى لو ملهاش evidence من الريسيرش. Recommending performing aerosol generating procedures on ICU patients with COVID-19 negative pressure room، وده شيء مهم عشان ما ينقلش العدوى. For COVID-19 patients requiring endotracheal intubation they recommend endotracheal intubation be performed by the healthcare worker اللي هو مين؟ الاكسبيرت. ما ده مش وقت تريننج في الحالات اللي زي كده. For intubated and mechanically ventilated adult with suspicious COVID-19 diagnostic test انا برضو مش عاوزه تميلوا مني،
لكن الجايد لاين دي ممكن حضراتكم تبصوا عليها وتقروها وتنزلوها. الفلو ثيرابي ده شغلتنا، وعجبني ان هم حاطين سجيشن للفلو ثيرابي. الفلو ثيرابي ان ادلتس كوفيد اند شوك دي سجست دايناميك بارامترز سكين تمبريتشر كابيلاري ريفيلينج اند سيرم لاكتيت ميجرمنت اوفر ستاتيك بارامترز ان اوردر تو اسس فلويد ريسبونسيفنس. رغم ان هو ويك ريكومنديشن لكن حاطينه. اكوت ريستيشن اوف ادلتس suggesting conservative over liberal، يعني انا ما اديش للبيشنت فلويد اكتر من اللزوم اللي ابقى كونزرفاتيف. واستخدم الكريستالويد، ايوه، والكريستالويد البالانسد يس yes. لكن لو ما فيش بستخدم السلاين، اتس اوكي. بعد كده بقيه الفلويدز انا هاسكيب. الفازو اكتيف النور ادرينالين رقم واحد. طيب رقم اتنين ايه؟ مش الدوبامين. يعني هنا هم خايفين من الدوبامين، كاتبين حتى لو العين احتاج ممكن يبقى فازوبريسن، او ما اعرفش فازوبريسن ده مش بتاعها عندنا، او الدوبيتامين. انا برضو هيسكيب بعض الكلام ده لان الكلام. وطبعا هم حاطين في الميكانيكال فنتيليشن ايه نوع الميثود والتايدال فوليوم. ويمكن انا بلفت نظر حضراتكم للجامة، الكلام كله ده اللي هو 104 صفحة متلخص في صفحتين على الفنتيليتور وايه البوليسز بتاع الفنتيليشن والثيرابي. انا برضو عشان وقتكم السيتوكاين ستورم ريكومنديشن ان ميكانيكالي فنتيليتد ادلتس ويز كوفيد 19 ان ريسبيتوري فيلير وذاوت اكوت ريسبيتوري ديستريس دي سجست اجينست ذا روتين يوز اوف سيستميك استرويد. دي نقطه مهمه لان الاسترويد برضو لها ايمون سبريسيف افكت. الميكانيكالي فنتيليتد يبقى ده في مين؟ الناس اللي ما عندهاش اكوت ريسبيتوري ديستريس سيندروم. طب لو هو ميكانيكالي فنتيليتد ومعه كوفيد ومعه اكوت ريسبيتوري ديستريس سجستنج كورتيكوسترويد على لو كواليتي اوف ايفيدنس. الميكانيكالي فنتيليتد بيشنت ويز كوفيد اند ريسبيتوري فيلير سجست امبيريك انتي مايكروبيال انتي بكتيريال. الكلام ده ما فيش منه مشكله. فور كريتيكال ايل ادلتس ويز كوفيد هو ديفلوب فيفر زي سجست استونيفين الباراستامول. اتس اوكي. انا هسكيب بقى الكلام ده معلش عشان انا ايه طولت عليكم. الادويه ما فيش ادويه زي ما قلت ما فيش ادويه ايفيدنس بيز. وانا بضم صوت للدكتور هشام السيد ان مش وقت راندومايز كنترول ترايل، بس احنا بنشوف من وقت لاخر اذا ما عرضت للصاد النيجاتيف. هنا مثلا السجستنج اجينست ذا روتين يوز اوف لوبنافير ريتونافير اللي هو انتي اتش اي في انسفيشنت ايفيدنس لاي انتي فايرال. ريميدي زيفير منتظرينه بيتجرب دلوقتي. انسفيشنت ايفيدنس للانترفيرون والكومبينيشن كلوروكين او هيدروكسكلوروكين انسفيشنت ايفيدنس، بس ده الحاجات اللي احنا اللي عندنا. ولو هندي هيدروكسكلوروكين لودنج 400 ملي جرام توايس ديلي فولود 200 ملي جرام توايس ديلي فور 4 دايز. انسفيشنت ايفيدنس للتوسيليزوماب ان كريتيكال ايل بيشنتس ولو بروتوكول هدي قد ايه ولو ماكسيمم دوز. انا وهنا هتلاقوا التلخيص لكل واحد من الادفايسز ديت الايفيدنس ولا سترونج. ارجوكم راجعوا الجايد لاين ديت لانها مفيده للبراكتس. انا اخر فقره هوصلها بس هدي فرصه هنا للدكتور هشام السيد والدكتور مجدي الشرقاوي وطبعا الدكتوره دوله بلال واي حد من الاساتذه المحترمين اللي معانا عاوز يعلق او اي حد له سؤال قبل ما اقول الكلوزنج ستيتمنت. دكتور هشام اتفضل. شكرا دكتور حسين. فعلا ويل كفر. انا هبتدي من اخر سلايد بالنسبه للكلوروكين. لو انا حديه في عيان عنده رينال ديس اوردرز رينال امبيرمنت او عيان اون دياليسيس وي شود موديفاي ذا دوز. الدوز بتاعته بتقل كتير جدا مع العيان وذ رينال فانكشن. الحاجه الثانيه حضرتك نويت على الاكوت كيدني انجري في عيانين كوفيد 19 مش الاند ستيج رينال ديز. ليا سؤالين. اولا الكوز اوف اكيوت كيدني انجري هنا هل هو ريليتد دايركتلي تو ذا فيروس اتسلف او تو ذا سايتوكاين؟ ليه بقى انا بسال السؤال ده؟ لان التريتمنت وين تو ستارت اند ذا موداليتي هو اللي هيجاوب على السؤال الاولاني. فلو انا قلت اتفضل سؤال، انا قلت الاكيد سؤال، ما انا اقول لحضرتك السؤال بتاع حضرتك مهم جدا
والدكتوره دوله رفعت ايدها ونخليها الاول الدكتوره دوله تقول وبعدين اكمل. الدكتوره دوله اتفضلي. لا لا انا رافع ايدي عشان اسال اسئله ثانيه. طيب حاضر. بالنسبه للسؤال بتاعك يا دكتوره هشام سؤال منطقي جدا، لغايه اللحظه اللي بنتكلم فيها دي ما حدش عارف على وجه الدقه ايه اللي بيحصل. هو اثبته في اكسبيرمنت ان الفيروس موجود في اليورين وانه في الاوتوبسي أيوه. ممكن يبقى افكتنج الكيدني، وانا لو هو ده أيوه. ثبت فعلا يبقى لو طلع في الفتره اللي جايه ديت انتي فايرال دراج او حتى طلع كونفليزنت سيرم، لان انا عديته هنا الكونفليزنت سيرم ما ثبتش برضه لغايه الوقت انه جدواه ان ناخد بلازما من عيانين جالهم كورونا عشان احقنهم في ناس ثانيه. لغايه الوقت الكلام ديبيتد اذا كان لهم فاليو ولا لا. فاذا كان الفيروس دايركتلي افكتنج الكيدني فيبقى الانتي فايرال، لو طلع انتي فايرال كويس هيبقى هو اوف تشويس. لو القصه سايتوكاين ممكن يبقى هنا استخدام العائل للايمون سابريسيف دراجز مع المونيتور للعيان. اتفضل يا دكتور هشام. وبالتالي لو انا عندي اكيوت كيدني انجري لازم افرق ما بين الاثنين، وده دايما رايح ناحيه السيتوكاين ستور. تمام. هاو تو ايفالويت المشكله في كل انفلاماتوري ميدييتورز اللي هي بتتقاس، ما هياش روتين اللي ممكن يتقاس هو البروكالسيتونين، واحنا نشرنا قبل كده لان البروكالسيتونين ليفل بيتاثر مع الرينال بروفايل، يعني كل ما العيان رينال فانكشن بتقل البروكالسيتونين بتاعه بيزيد حتى لو ما فيش انفلاميشن واضح. وبالتالي يبقى انا اي ثينك ان انا في حالات الاكيوت كيدني انجري لازم اعرف سبب الاكيوت كيدني انجري. لو كان السبب الاكيوت كيدني انجري وده الموست بروبابل فاكتور، ان انا ابتدي دياليسيس ممكن از ايرلي از ان اسباب الاخرى لاكيوت كيدني انجري عشان اشيل السيتوكاين بيردن وادي براح شويه للاي في فلويدز والنيوتريشن. طبعا انا الايرلي دياليسيس ده انا ضده، ولغايه دلوقتي القناعه بحكايه انه هو انا ضد طبعا الايرلي دياليسيس في الاند ستيج رينال ديزيز، وضد الايرلي دياليسيس في حالات الاكوت كيدني انجري عامه، لكن في حالات الكوفيد 19 هنا لازم ناخد ديسيجن مفيش كنترول. طبعا هي كيس باي كيس سيناريو، هي كيس باي كيس واكوردنج للايه للاكسبيرت. والدكتور مجدي معانا اهوت، رايك ايه في الكلام؟ انا شفت حاله متحوله لاحد من تلامذتي انتدبوه في مستشفى العزل، وكانت بيشنت عندها حاجه و50 سنه دايابيتك وهايبرتنسيف، والبيز لاين كرياتين كان 2 وفجاه بقى 4 وانيوريك. فانا ما انا اؤيد الدكتور هشام في الكوفيد 19. لا ما هو العيان الانيوريك ديت خلي بالك الانيوريك دي مختلف. أوكي أوكي. لانه انا هكمل بس كلامي. لا انا اصل انت فكرتني بحاجه مزدي مني، معلش انا اسف. احنا في الكيديو جايد لاينز في الاكوت كيدني انجري بيقولوا نو نيد فور دايوريتكس. هنا عشان الانفكشن كنترول بيقول لك انت لو الحاله نص نص وممكن يستجيب للدايوريتك ادي دايوريتك واستنى شويه على الدياليس. لكن بالزبط. انا لو العين انيوريك اي شود كيب اي اون ذيس بيشنت، امتى اعمل له دياليسيس ويعني ما سيبوش وفي نفس الوقت ما بقاش متعجل في عمل الدياليس. يعني انا ممكن هنا ادي دايوريتك واشوف. النصيحه العامه لان هو البيشنت عنده مالتيبل تيشو انجري وسايتوكاين ستورم وعنده تشيست انفكشن وفنتليتد وهايبوكسيك، وغالبا برضو البيشنت دي ديفلوبد رابيد انيميا، ودي حاجه ما حدش بيتكلم عنها خالص. يعني الجلوب النازل بتاعها من 9 الى 7 بمجرد انها يومين بس دخلت في نيمونيا. اصل انا ايرلي دايلسيس هيشيل بيردن كتير جدا مع البيشنت ديت لو هي فولفيلد الكرايتيريا بتاعت الاكين. ما انا هرد على حضرتك بنفس حجتك حضرتك. أيوة. هل في سيبسيس ريليتد اكوت كيدني انجري الايرلي دياليسيس او استخدام السي ار ار تي فرق؟ وانا سيبسيس انا ما فرقش بس احنا بوزيشن داعي في وقت الانفكشن كنترول والتمريض اللي على القد والدنيا كذا ان انا هنا ابقى متعجل في الدياليس، لكن ما سيبش عيان اوفرلود. انا هقول لك اتفضل على معلومه ثانيه الدكتور هشام كان قالها في على الفيسبوك وانا ايدتها تماما، ان في حالات الايبولا عملوا سي ار ار تي وان ذي ريموفد ا لوت اوف فايرال لود. انا عايز اقول لك ان البيشنت اللي غسلت غسله واحده ثاني يوم ابتدى يحصل يورين برودكشن كرياتين نزل 2.5 اند شي از ماتش امبروفد وان سيشن اوف دايلسيس. ايام طبعا احنا ذير از نو ايفيدنس في اللي انا بقوله ده خالص. ذير از نو ايفيدنس هي الحكمه مطلوبه والكلوز ايفالويشن بالظبط. اند وي نيد تو بيرسوناليز كل عيان
مش زي التاني، لكن انا with early dialysis بالذات لو احنا we have no evidence with and no evidence against. لا it is not sepsis. انا واخد الاتجاه المعاكس شويه للايرلي، خليها لا ايرلي ولا ليت، يعني في النص، يعني المهم يبقى العيان well-indicated، يعني ما سيبوش overloaded، يعني اذا كان congested وديت diuretics وما فيش ريسبونس اعمل دايلس، لكن ما فيش داعي ان انا عندي كرياتين 2.5 او 3 اعمل دايلس، لان الكلام ده ما ثبتش انه هيبقى له جدوى وهيزود الانفكشن والاكسبوجر اوف هيلث كير وركرز سواء الاطباء او التمريض لانفكشن. دكتوره دوله اتفضلي. عندي سؤالين وتعليق للدكتور مجدي. صح ان البيشنت عمل الدياليسيز، لان يعني احنا لما يكون في اكيوت ريسبيراتوري ديستريس وي تند اولويز تو اوف لود البيشنت عشان ات اوف لودز لونجز برضه في نفس الوقت زي ما حصل عندك كده. ذس از نمبر 1. في سؤال للدكتور. ونقطه بعد اذن حضرتك دكتوره دوله، احنا عندنا بساعات بنشوف حالات في الاي سي يو، لان احنا ماسكين الاي سي يو هنا برضه. العيان النيمونيا الاوفرلودد بقول لهم عمر الانفكشن يبقى كليرد وزاود دياليسيز، لانه بالظبط لازم تشيل الاوفرلود اللي موجود ده، هيساعد في ريكفري وفي انفكشن. الاوفرلود از بايولوجيكال ماركر للمورتاليتي، مفيش كلام. السؤال بقى حسين، انا الثاني اجينست الايرلي الفيري ايرلي راشنج دياليس. اتفضلي يا دكتور دوله. اتكلم على الحاله بتاع الدكتور مجدي. السؤال للدكتور حسين يعني فاني شويه. انا لما باخد بقى في الحالات دي بعمل ديزيز دونيشن، الكيدني اللي جايه من ديزيز دونر ده، هل ممكن تشيل الفيروس زي في حالات السي ام في والهيباتيتس سي؟ لان احنا مش متاكدين البرسنت المنتظر الاكثر ان يكون جايبه فيروس، عشان كده بيتعمل لهم نيوكليك اسيد تيستنج، لان ده واحد مات اكيد عنده ممكن يبقى عنده كوموربيديتيز، لكن انا بخاف اكتر انه تنقل، لكن مش هاجي العيان عنده كوفيد واعمل له ترانسبلانتيشن، ده انا اديله ايمين سبريشن. انا كده قصدي كده، مستحيل. مش قصدي السؤال كده، امال ايه؟ دي ديزيز دونيشن من واحد لواحد ما عندوش كوفيد، انا مش بتكلم كده. لكن انا في اللي احنا فيها دي ما اضمنش ان الديزيز اورجن ده فري اوف ذا فيروس الا اذا عملت السكريننج لحضرتك بتقول عليه ده. لازم يتعمل سكريننج لحضرتك، لازم يتعمل سكريننج للدونر وقبل ما يتاخد منه الاورجن. وانا بقول لحضرتك ان ان ان, إن لانه الكادافيري ده اورجن هيروح، لكن على الجانب الثاني ما انا هشغل جراحه وعنايه، وخاصه في الحاجات اللي بره الكدني، يعني الكدني امرها سهل، الكدني يعتبر الكتيف سيرجري في وقت الحظر، نو الكتيف سيرجري وات ايفر. لكن ما بالك بقى بالليفر ترانسبلانت واحد سر يعني او لانج او كلام زي كده، ده اللي يبقى فيه كلام. لكن الكدني ليفنج دونر كدني ترانسبلانتيشن، وخاصه في حد، انا بقول لحضرتك احنا عندنا انستتيوشن والعيان بيدخل كل حاجه على حساب يعني المستشفى موفره كل الامكانيات، والترانسبلانتيشن واقف من 11 مارس. ازاي ان انا اعمل مثلا برايفت ترانسبلانت او اعمل في يعني قصه صعبه. فالترانسبلانتيشن شود بي بوستبوند اند شود بي ديسكونتينيود لغايه ما يجي قرار من الدوله بفك الحظر. لا انا بتكلم الديزيز ديشن ملناش خبره فيه، وما اعرفش هما لسه شغالين ديزيز ولا لا، بس معظم الناس وقفت علشان احتياجها للفنتليتورز والاي سي يوز وتخفيف الاعباء، لانه في حاجه دكتوره دوله معلش انا اسف اني بتكلم كتير، انا بستغل ان انا معايا المايك وبتاع. هما بيدربوا الاطباء ان ممكن كله يقلب انفكشن كنترول دكتورز، وان كله تيك كير اوف بيشنتس كريتيكال ال بيشنتس، يعني ممكن الجراح يشتغل في الاي سي يو وما عادش يشتغل جراح، لان في الاماكن ديت اللي بيشتغل ديسيزد ما عندهمش رفاهيه اعداد الاطباء اللي موجوده في بعض الاماكن اللي ما عندهاش ديسيزد. لا انا بس يعني عشان من المعلومه، الاورجن ده ممكن يشيل هذا الفيروس زيه زي الاتش سي في والاتش اي في، ممكن يتلاقي لان الاي سي 2 اللي هو الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم ده موجود في الكدني، فممكن ممكن هي بنسبه قليله، عشان كده احنا مع الدكتور مجدي في الاول قلنا اليورين والكلام ده ممكن يبقى غير البوزيتيف، بس هو وارد. طيب السؤال للدكتور هشام بس اخير، حضرتك بتتكلم على الدياليسيس بيشنت اللي هو امبولنت
اللي هو يعني زي ما تقول اسمتوماتيك عايزه يتنقل من بيته الى دياليسيس سنتر تو اند فرو. مش ده المفروض يتعمل دياليسيس يونت في الفيبر هوسبيتال لان ده از تيربل سورس تو سبريد انفكشن اللي رايح جاي ده وعارفه ان هو كوفيد بوزيتيف عشان هو دياليسيس لازم يتنقل. اي ثينك ان لازم الفيبر هوسبيتالز ولا الايزوليشن هوسبيتالز لازم يكون فيها دياليسيس يونتس للعيانين دول بالظبط كده حضرتك. ده اللي احنا نوينا عليه ان اي عيان بوزيتيف كوفيد 19 should be referred للايزوليشن هوسبيتالز وتكون الايزوليشن هوسبيتال فيها الاكويبمنت ات ليست فور ريجولار هيموداياليسيس. لان انا بعمل له هوم ايزوليشن لما اعرف انه بوزيتيف وكويس يعني مش is not a respiratory problem فبعمل له هوم ايزوليشن فمنين كده ومنين هوديه واجيبه بقى ثلاث مرات في الاسبوع يخسر صعب شويه دي. هما البلاد اللي صعب كمان بالاخص في موضوع الترانسبورتيشن عشان كده اي ريكومند لو عيان كوفيد 19 بوزيتيف سيمتوماتيك بيشنت طبعا should be referred from day one للايزوليشن هوسبيتال وتكون الايزوليشن هوسبيتال equipped with at least routine hemodialysis prescription. Right. ده عندنا اعتقد مناسب لنا في مصر هنا الكلام ده. بالضبط. في بعض البلاد اللي عندها ترانسبورتيشن مفيش مشكله والكلام ده بيفضلوا ان هو بدل ما هوش كريتيكال ال يمشي على الانفكشن كنترول بوليسز ولان الوسائل عندهم كويس. لكن عندنا بيتهيألي ده المور وايز ابروتش ان البيشنت يبقى هوسبيتالايزد لانه هيجي ثلاث مرات ازاي وهيبقى فيه صعوبه فالاماكن خبر كويس قالوا الدكتور هشام ان بعض المستشفيات فيها دياليس فاسيليتي اللي فيها طبعا العزل. الدكتور احمد رافق كان عاوز يسال لو اي حد له اسئله عشان يعني الدكتور هشام والدكتور ماجد والدكتور دوله معانا اتفضلوا. السلام عليكم. ازيك دكتور حسين؟ بشكر حضرتك مبدئيا على المحاضره الجميله دي. ربنا يخليك. سؤالك. سؤال يا باشا، هو بسأل سؤالين بس، واحد بخصوص الرابيد تيست السنسيتيفيتي والسبيسيفيستي بتاعته، وبسأل الانتيبودي اللي بتتكون بس بتظهر بعد قد ايه من الانفكشن، وهل التيست ده هيحدد ده كونكرنت انفكشن ولا باست انفكشن. الحاجه الثانيه بس خلينا في النقطه دي معلش، انا مش انترستد قوي بالرابيد تيست لان الفلس بتاعته كتيره. اذا كان الكلاسيك تيست فيه نيجاتيف فولس نيجاتيف لا مش قليله، الستاندرد مش قليل بس فولس نيجاتيف تصل ل 20%، ما بالك بالرابيد تيستينج ده هيبقى يعني ما فيش قناعه قوي بيه. الانتيبودي تظهر ما تظهرش، احنا الوقت مش في قصه الانتيبودي، احنا لسه في قصه اللي ايه الاكوت انفكشن. تمام. يبقى انا مع الستاندرد تيستينج، استنى عشان المعلومه تبقى كامله، ستاندرد تيستينج. والحاجه الثانيه لو الستاندرد تيست طلع نيجاتيف والبيشنت عنده مانيفيستيشنز ومش اكسبلايند بالاذر ايتيولوجي، اعيد بعد 48 ساعه او اعيد او اخد تيست ثاني بحيث اخد قراءه ثانيه لان ممكن في القراءه الثانيه يطلع بوزيتيف. نفس الكلام ما بعملوش كلاريفيكيشن ان هو اختفى منه الفيروس الا ما بعيد قرايتين نيجاتيف ما بينهم 48 ساعة. تمام. سؤالك السؤال الثاني بس افتراضيا يعني ان الموضوع ده هيطول، افتراضيا انه هو هيطول من غير فاكسين او من غير تريتمنت، الحلول هنا الوقت ان احنا نعمل سوشيال ديستاندنج للاولد ايج بالظبط كده يعني والكوموربيديتي يعني الناس اللي هم والناس تبدا تنزل شغلها عادي لان انا سمعت محاضره الدكتور اشرف دكتور احمد معلش خلي البوليتكس دي تخليها لاصحابها وخلي يعني ولاه الامر هنا هياخدوا القرار المناسب في وقته. لكن انا يعني جوايا استشعار ان ربنا سبحانه وتعالى خلي الواد ده يسكت حامي مصر لانه على ما يبدو زي ما مكتوب ان احنا كلنا خدنا البي سي جي فاكسين فعندنا اميونيتي، فربنا هيبان الكيرف خلال الاسبوع ده، لو الاسبوع ده عدى واحنا تحت الألف اظن ان احنا محمين ان شاء الله. لكن ايه اللي هيتم بكره ايه اللي هيتم بعده؟ سؤالك ده جميل جدا، ان ده ديزيز بنتعامل معاه يوم بيوم. احنا لو الصبح جه بقى ملايين من البشر احنا دخلنا في مشكله كبيره جدا. يعني مصر انا كنت بسمع لناديه صالح المرحومه ناديه صالح والاديب فاروق شوشه في شهاده على العصر، كنت بسمعها امبارح
الراجل كان بيكلم، انا مش يعني انا مش جاي اقول لك حكاوي، لكن هو كان بيكلم على جانحة الكوليرا او الكوليرا لما كانت موجودة في 47-48 وطيرت ناس كتير، قال لك 4 شهور كانوا محبوسين. فايه اللي هيتم بكرة؟ انت هتستنى لغاية ما ربنا، لان انت حياتك اهم من انت تنزل الشغل، وانت كده كده طبيب هتنزل. فاحنا يعني ربنا معانا، واعتقد ان شاء الله ربنا هيجيب فرجه. اما ما يخص السياسة وايه اللي هيتم بعد كده، ده مرض مش عارفين علاجه ايه بالظبط، والادويه اللي بنستخدمها على سبيل الظن، فنستنى بكره. ما ربما يجي لك دواء بكره، ربما يجي لك فاكسين بكره، ربما يختفي خالص المرض ده ونشوف حاجه تانية، او ربما يستشري. فربما بدم ربما نسيب ربما للمستقبل، وساعتها هنلتزم بالقواعد اللي تنظمها الدوله على حسب الناس اللي موجودين، لانه كله الوقت يعني فين القوى العظمى؟ كله الوقت كل القوى، ما عادش في قوى عظمى في العالم، خلاص القوى العظمى الوقت هي الكورونا. فلابد ان احنا يعني العالم كله بيتحد كبني ادمين بقى عشان يحافظوا على النوع. فسيب المستقبل للي جاي، واعتقد انه الحظر ده شيء رائع جدا، ويا ريت ان يبقى فرصه للتهذيب والابتعاد عن بعض العادات اللي ما كانش لها لازمه في البلد، ونرتقي بنفسنا ونبعد عن الحاجات ونتبع السلوك اللي هو الانفكشن كنترول البوليسيز ديت مدى الحياه، يبقى نحافظ على بعض. اي سؤال تاني؟ دكتور هشام تعليقك على كلامي ايه؟ طبعا ممتاز، يعني ما عنديش كومنت. طبعا انفكشن كنترول بوليسي في كل حته، في البيت، في الترانسبورتيشن، في المراكز، كل حاجه. لو هنلجا لسي ار ار تي هناخد بالنا ان العيانين دول هيبقوا اكتر عرضه للكلوتينج لانهم عندهم هايبر كواجلاب ستيتس، فده هيعمل مور كومبليكيشن في السيركل. اللي تقدر عليه تعمله انك انت تقدر تزود عدد ساعات الجلسات في الناس الكوفيد بوزيتيف عشان تو كومبنسيت فور برودكشن والاليمينيشن يبقى عندك. انا هسيب لحضرتك دكتور هشام، انا هختم البرزنتيشن ده بحاجه، وهتبقى دعوه حضرتك تعملها ان شاء الله، هطلبها منك تعملها وتبقى انت مسؤول عن الدكتوره مي. دكتوره مي معانا. انا دوام اتفضلي. صباح النور، ازي حضرتك؟ اتفضلي يا دكتوره مي. رائع جدا طبعا، و منها ان احنا ما نعملش ترانسبلانتيشن في الوقت الحالي. الدياليسز في الايه كيدني انجري، مش قادرين نقول، ما فيش ستاديز كفايه الحقيقه، لسه في كونتروفرسي نبتدي امتى، وكل حاجه ليها البروز والكونز بتاعتها. مفيش دراجز، ايوه صح، مفيش دراجز، ولازم نبقى عارفين كده. وفعلا زي ما انت قلت يا حسين، احنا مش عارفين بكره هيحصل ايه، فكل حاجه هتبقى في وقتها ان شاء الله نعرف، وان شاء الله ربنا معانا. احنا we are doing our best. I hope ان الناس كمان بقت اكثر وعيا. اتمنى ذلك، وربنا يسهل ان شاء الله. ما هو ده الجانب الايجابي، الجانب الايجابي مش كل حاجه خاليه، ان شاء الله ربنا معانا ان شاء الله. دكتور عماد. السلام عليكم دكتور. اتفضل دكتور عماد. بتتكلم من انجلترا ولا منين؟ الامارات. الامارات دكتور. اتفضل. Thanks Dr. Hussein and Dr. Hesham and all Dr. Sheashaa for this kind of presentation. I just need to add something. Fadda. Giving the respect of cytokine storm, what do you think about cytosorb membrane in terms of removal of cytokine? We just have patient, we started him on this sort of hemoperfusion strategy, and we thought he may benefit. And there is just 3 weeks ago, article was published in Italy based on a group in China. They use cytosorb in those kind of patient, and it showed some benefit. I know it's not on long-term survival yet, it's a new strategy, but in terms of hemodynamics and also in terms of inflammatory parameter and cytokine become less. So any approach of this in terms of cytoabsorb strategy? Torisham. Yes, for sure there is a way
to proceed that. And I'm working as well in another project, which is called SCD project, which is some kinds of immune absorption, but with additional way. So if we have the facility to do cytoabsorption for critically ill patients with multiple organ failure, yes. The overall is how to use or to maximize all you have in the resources to treat your patient. If you don't have such equipment, which is, I think it's not available in many countries, you can go to hemodiafiltration process. But if you have, yes, you can do it. But let me, Dr. Hesham, to congratulate Dr. Ahmad. Yani this is very nice. But as Dr. Hesham mentioned, it depends upon facilities. Because if we go to the scenario of CRRT, it is abused in some countries. And what CRRT did for the majority of those patients is just death with low creatinine. So we are waiting until we have further evidence, but I think it is a good idea here to remove cytokine by the facilities that you have. Dr. Ahmad, are you okay? Do you like to add anything? Yes, doctor. What we do, our patient, in fact, we just started yesterday. There's indication to start dialysis. He was oligoaneuric patient, volume overload. So we decided to go for dialysis in a new, this cytoabsorb. There is one, I don't need to marketing here, but there is one dialyzer which do 3-in-1. It's hebridized one. It do cytokine absorption and the plus it apply on CRRT at same time. So 3-in-1 dialyzer. So it hit everything at the same time. For that, we go for it. Okay, thank you very much. This is a great idea. And we hope the success for all of you, Doctor Amira. Ayo, Doctor. Tadali, Doctor Amira Tadali. بعد إذن حضرتك كنت عايزة أسأل الـ sensitivity and specificity of PCR in dialysis patients. Is there any information about this data? ما عنديش إجابة واضحة لأنه أنا ما أقدرش أقول حاجة ما عنديش داتا. أنا بقول لحضرتك في الناس اللي هم إن زي ما شفت معايا dialysis patient ده جروب من البيشنز لابد ناخد الحذر والحذر هو applying infection control 100% مع الناس أول ما ييجوا ولغاية ما يمشوا لانه السيمتوماتولوجي ممكن يبقى تيبيكال يعني شفت البرزنتيشن الفيفر مش هي في كل الحالات أيوة. فبالتالي انا متوقع فيهم انه برضه تلاقي بس البي سي ار هي ميزه البي سي ار مش الانتي بودي هتلاقيها لو بوزيتيف لكن التيست في الناس الاميون كومبتنت لو خدنا نتائج الاميون كومبتنت 20% اب تو 20% في الستاندرد تيست فورس نيجاتيف ف انا برضو بقترح على حضرتك بكره ان شاء الله في ويبينار تاني عاملاها يعني بتهيألي الدكتور محمد عوض تاج الدين هيبقى موجود واكيد هيتكلموا جنرال لان برضو ديت مش الاريا بتاعتي قوي لكن انا المسج اللي عاوز اقولها هو نيفر سسبكت وفي كلينيكال داتا وان تيست از نوت اناف واذا كان 20% في الجنرال بوبليشن اب تو 20% فولس نيجاتيف نتوقع هنا لانه خلي بالك احنا بنعتمد على النيزو فرنجل مش البرونكو ارفر لافاج هتقولي طب نعمل برونكو ارفر لافاج هقولك لا لان البرونكو ارفر لافاج هيبقى هيديني سنسيفتي اعلى لكن هيدي اكسبوجر انفكشن اكتر صحيح فده اللي عندي ما عنديش اجابه واضحه لان نسبه المرضى اللي جالهم الكورونا في الدياليسيس ما هيش نسبه تدي سنسيفتي وسبيسيفيستي للتستنج اللي موجود دكتور هشام العوض شكرا جزيلا على كلام دكتور هشام هو بس كان في بروجكت ممكن يوصل للعالم خلال الفتره الجايه سنتين الجايين غير الاميون ادسوربشن اللي هو بيسمى اس سي دي ويتش از سيلكتيف سيلولار دي اكتيفيشن بسيستم معين كان ادسورب الاكتيفيتد سيلز بير سي وان اوف ذا اكسترا كوربوريال ثيرابي لا يعتمد على الريموفال او الابسوربشن للسيتوكاينز البري فورمت ولكن يعتمد على دي اكتيفيشن للانفلامد سيلز لايك ماكروفاجز اند نيوتروفيل لكن اللي احنا فيه دلوقتي زي ما حضرتك اتفقنا عليه
maximize your resources, how to use, how to apply. هو ده اللي احنا نقدر نعمله في الوقت الحالي. انا استاذنكم انا هوصل لنهاية السلايدز بتاعتي لان انا المسج هتاخد مني دقيقتين وبعد كده لو في اسئلة خمس دقائق كمان ونقفل الميتنج يعني. انا احب انوه للفيديو اللي سجله دكتور احمد شكر. طبعا دكتور احمد شكر استاذ مصري اصيل في كندا ووجه شورت توك تقريبا مدته قدام حضراتكم 8 دقائق وحاجه للمجتمع الموجود في كندا. طبعا هو بيخاطب الاسلاميك كوميونتي هناك. فانا باكد تاني على الكلام اللي هو قاله انه احنا المفروض نبقى اكثر حرصا على تطبيق الانفكشن كنترول بوليسيز. وهو وده اللي في ايدينا لغايه دلوقتي. ذا بيست ايفيدنس ان سوشيال ديستانسينج المفروض نبقى مسافه بعيده. بيرسونال هايجين از مانداتوري. ويمكن الناس اللي بتتوضى خمس مرات في اليوم غسيل ايد 20 ثانيه ولا الكلام ده بيووش. احنا المفروض نبقى اكثر ناس حرصا على غسيل الايدين. لما كنت في هارفارد سنه 2008 كانوا حاطين يقول لك شامبيون اوف هاند ووشينج. الهاند ووشينج وان انا استخدم الديس انفكتنت في المستشفيات والكلام ده بيقلل نقل الانفكشن. ما بالك بقى في فيروس بينتقل بالكونتاكت. سيلف ايزوليشن لو في اي سسبشن لاي حاجه سيلف ايزوليشن. والمسافه بتاعت البعد عن الاخرين ستة اقدام تقريبا مترين. وممكن يبقى سيلف ايزوليت او سيلف كارانتين. وطبعا استخدام التيلي ميديسن في الادوكيشن سوري التيلي ادوكيشن في النيفرولوجي. ويمكن احنا بقالنا الوقت 15 سنه عندنا بعض الاكتيفيتيز في التيلي ادوكيشن في النيفرولوجي منذ ايام الدكتور صبر جوهر لما كان رئيس الجمعيه المصريه. وكانت استاذتنا الدكتوره فرحه الشناوي عميد كليه الطب المنصوره. ده كان بدايه الادوكيشن عن بعد. ويمكن احنا امبارح ساعتين مع الدكتوره وسام في النيفروباثولوجي. والجمعه الجايه برضو هنكمل. وكنا مع يوم الحد مع الدكتور انطوان بربري. ويوم 5 ابريل مع الدكتور عمرو الحسيني هيتكلم محاضره عن الاوسيدستروفي. فبنعمل هذا الكلام. بالاضافه لذلك بقى عندنا ريسورسز عظيمه الشان. يمكن في الكورونا احد فوائدها انه انا كثفنا المكتبه بتاعتنا. يعني في الفتره اللي هي بتاعه الكورونا دي حكيت اسابيع اكتر من 70 فيديو اترفع على موقع الجمعيه. فده فرصة للناس تذاكر يعني لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يزيل هذه الغمة وإن شاء الله تشال قريب. آخر مسج عاوز أقولها، إحنا لو اشتغلنا كفريق together everyone achieves more. وده the only way نتحد المرة دي عشان نهزم كورونا 19. نتحد إزاي؟ الشعب مع الحكومة مع الهيلث كير أدفايسز كله لازم يتبع الوسائل. لان الكلام ده مش هزار. لان في ناس بتستخف بهذه القواعد. وبعتقد الاستخفاف بالحظر والانفكشن كنترول بوليسي وان احنا نبعد عن بعض ونستخدم الوسائل الاتيكيت بتاع كل حاجه المنضبط، البعد عن هذا الاتيكيت اعتبره جريمه. انا تقريبا خلصت. وطبعا يعني متشكر جدا لكل الاساتذه اللي كانوا معانا، الدكتور هشام السيد، الدكتوره دوله بلال. انا طبعا مش بترتيب بقى يعني الدكتوره مي حسابالله طبعا وجودها كان، وطبعا الدكتور مجدي الشرقاوي ارهقناه، وكل الناس اللي معانا. يعني النهارده ده اول مره نوصل للماكسيمم 100 ولغايه الوقت معانا 90 دكتور. واعتقد قدامنا لو في اي سؤال ملح ناخد خمس دقائق اسئله. في اي حد عنده سؤال؟ الدكتور هشام عاوز يعقب. اتفضل دكتور هشام، هنعمل لك اميوت الاول. اتفضل دكتور علي شندي. كان كاتب كويتشن، هل في حالات كوفيد 19 اون ريجولار هيموداياليسيس؟ الاجابه يس. كان في سؤال ثاني، رول اوف بلازما فارسز في الحالات زي دي. طبعا هنا ما فيش رول للحالات البلازما فارس. البلازما فارس ده ايميون سبريسيف. ايميون سبريسيف وهتبقى اتوقع ان تلقى لها يعني ديليتيريس افكت على البيشنت، ممكن تموته قبل ما الفيروس يروح. بالظبط كده. موضوع ان هو بلازما ترانسفيوجن من التريتد بيشنت دي اللي هي لسه ديبيتابل جدا. ولغايه دلوقتي الادفايس اجينست. بالظبط كده. اي سؤال يا جماعه؟ انا طبعا يعني بعبر عن امتناني لكل الساده. الدكتور سعيد خميس اتفضل، ده حاجه جميله خالص. اتفضل دكتور سعيد.
افتح الدكتور سعيد يا معتصم. مساء الخير يا دكتور حسين. اتفضل. المحاضره الجميله ديت والاساتذه الافاضل طبعا. انا بس سؤالي انا طبعا من الاول انا فندم اتفضل مش هعلق على الناحيه العلميه. ما شاء الله حضراتكم استفدتوا وغطيتوها بدرجه عاليه جدا وجميل قوي ان احنا نتكلم في الحاجات اللي هي الاكستريم كامينو ادزوربشن و بس احنا لازم نهبط لارض الواقع شويه في بلد في برضه محدوديه الامكانيات و اللي هو بلدنا طبعا. اتليست الناس اللي هم شغالين في الوحدات الطرفيه والوحدات الغير جمعيه و يبقى في اسوه بوزاره الصحه ما عامله هوت لاين للجنرال بوبوليشن بالنسبه للكوفيد 19 انفكشن او كده. هو ينوت ان الجامعه تتبنى او وزاره الصحه تتبنى ان يبقى في هوت لاين للوحدات ان احنا نتصل بيه كوحده ان انا لو عندي حاله فيها مشكله ايميديتلي اخد الفيدباك واعمل ايه واتصرف ازاي بحيث يبقى 24 اورز الهوت لاين ده يبقى في خدمه الطبيب المسكين اللي هو النايب اللي موجود في وحده طرفيه يعمل ايه في حالات اللي يواجهها في الكوفيد 19. وشكرا لك حسين. انا بضم صوت لصوتك وطبعا انت طول البرزنتيشن انا بقول بنستخدم الفاسيلتيز از الماكسيمم از وي كان لكن انا مش هروح بقى للحاجات اللي مش متاحه لان اللي مش متاح مش هنعرفش عليه. ويمكن انت فكرتني بالحاجه اللي كنت طالبها من الدكتور هشام ونسيتها ان احنا هنفعل على فعلنا على الفيرتشوال اكاديمي كتعليم اللي هو كتيلي ميديسن بقى ادفايس وكونسلتيشن. عندنا ثلاثة اسكز اكسبيرت او ميد اكسبيرت كلينيكال نيفرولوجي وداليس ترانسبلانتيشن. انا بطلب من الدكتور هشام اي اسئله او اي حالات تيجي للداليسس هنبعتها لك بحيث حضرتك تبقى متولي الاجابه. هو الاجابه اصلا يعني ودي فرصه بقول للاطباء يخشوا على الجمعيه في اسكز اكسبيرت وهو عباره عن شاتنج يعني يقدر يكتب كلام ويقدر يابلود اب تو 20 ميجا بايت. يعني لو عندك صوره عن واتس عندك صوره باثولوجي صوره ريبورت اشعه اي حاجه في حدود 20 ميجا بايت. ولو انا لقيت ان 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 عاوزين حجم اكبر هفتح الحجم اكتر من كده. تمام. ودكتور هشام يعني وده يبقى برضو حاجه نقدر نعملها في ايدينا. واعتقد دكتور هشام في اللجنه القوميه بتاعه الصحه بتاعه الكلى مع دكتور استاذنا دكتور هاني حافظ اعتقد ممكن يبقى فيه. واعتقد انهم كانوا في اجتماعات مع الوزاره بحيث ان يبقى قصه ايد واحده ضد الكورونا. تمام شكرا. في سؤال على الشاتنج هنا الكلوروكين والهيدروكسيكلوروكين رغم الايفيدنس مش قوي قوي لكن هنلتزم بالوزاره كاتباه فيما يخص لكن هندور على الكونترا انديكيشنز اللي انا قلتها ما نبعد عنها ودراج دراج انتر اكشن نعمل تشيك عليها لو انا ضفته مع اي دوله لازم اتشيك. والحاجه الثانيه ان شاء الله يطلع ايفيدنس انه مفيدين والدوز موديفيكيشن ضروري قوي دكتور حسين. نعم والدوز موديفيكيشن في الهيدروكسيكلوروكين والداليسس داليس دو يمكن انا كنت حاططها في سلايد يا دكتور هشام لما هيراجعوا الفيديو هيلقوا في الداليسس الكلام ده ممكن يراجعوا الموديفيكيشن على الاب تو ديت او على جوجل او اي حاجه لان الكلام ده كله موجود مش اسرار. يعني في نهايه هذا اللقاء بشكركم جميعا الميت دكتور اللي كانوا معانا النهارده واساتذتي وزمايلي واتمنى ان يكون العمل ده مفيد ونكون قدمنا خدمه فعلا متميزه تعليميه. بشكركم والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا شكرا. مع السلامه.